صباح بالخير كل مشاهدي برنامج عالم الصباح. كمان بننطلق باسبوع جديد. تعرفوا الايام عم تركض ركض، يعني اسبوع ورا اسبوع. ما بنذكر من زمان قلت لكم بننطلق باسبوع جديد، يعني قد ما فيكم استفيدوا من ايامكم ومن لحظاتكم ومن الدقائق اللي بتعيشوها بفرح وبسعاده، وما تخلوا شيء ابدا بالحياه يعصبكم. خلي كل الامور سهله، صدقوني صدقوني، حطوها حلقة بالدينة مثل ما بيقولوا، حطوها شغلة براسكن انه ما في شي حرزين بهالدنيا. الحرزين انه تكونوا بصحة جيدة، والحرزين انه تكونوا مبسوطين معكن ومع اللي بحواليكن ومع العيلة. طبعا انا حبيت اليوم هيك احكي بموضوع بتمنى عليكن اذا ولادكن بلشوا مدرسة ما عم يسمعونا وصلوا لهم الخبرية، واذا ما عم بسمع واذا حاضرين وعم يسمعونا خليه يسمعوني منيح، انه بالامور دايما الانسان يمكن هو عرضة لانه ينقي الأمور السهلة أو الطرق السهلة بالحياة. لا، أوقات الطرق الصعبة بتخلينا نوصل لهدفنا بضمانة أكتر وباستمرارية أكبر. يعني كتير الإنسان أوكي أوقات بيوصل للأمور بشكل سهل، بتكون مؤقتة جدا، بيقولوا اسعى، بيقول ربنا اسعى يا عبد لا اسعى معك. يعني كل شيء بيجي بالهين بيروح بالهين. مش غلط إذا كان قدامنا هدف بيوصلنا لطموح معين نناضل ونكافح ونغامر ونخاطر لأنه نوصل لأهدافنا بالحياة. هيدي إذا مشينا عليها نحن بكون، يعني إذا ما نقينا الأمور الصعبة، ما عنا حكيم متميز وشاطر، ما عنا طبيب متميز وشاطر، ما عنا محامي قد الدنيا بيوصل للعالمية، ما عنا من الأشخاص يلي بيختارون الشركات الكبرى بالحياة، لأنه الطلاب يلي دايما أوكي أنا نجحت وصلت للمعدل مش الحال أنا مكتفي باللي أنا فيه، عندي القناعة أنه نجاحي هالقد بكفي. لا، خلينا نعلم ونعود أولادنا وخاصة هلأ مع بداية السنة المدرسية أنه نقدر نوصل للمراتب الأعلى ونقدر نتقدم وبتقدروا تعطوا، بس كله هيدا بصير بالتشجيع، لأنه إذا كسرنا لهم من مقاديفهم مثل ما بيقولوا يعني اعتبروا رح تخسرون. لازم دايما تشجعون وتحمسون أنه هن قادرين وعندهم القدرة ويصدقوا الفكرة اللي براسهم، رح يوصلوا لمطارح كتير عالي. على أمر أنه تقدروا تحصلوا على كتير أمور سهلة بالحياة بحياتكم وتنبسطوا وتقولوا خي هيدي رزقة اجتنا من ربنا. بس كمان اذا في قدامكن هدف الوصول لقاله صعب، مش غلط تغامروا وتخاطروا، صدقوني، لانه يعني سلوك الطريق الصعب هو مش هين، ولكن بعدين نتائجه رح بتكون مفرحة جدا وايجابية. خلينا ننطلق بايجابية، نطلع قدام المراية على حالنا من جوا، نحب حالنا ونكمل نهار غير شكل ونبلش اسبوع طبعا كله إيجابية وكله حماس وكله نتائج. كل يوم عن يوم بدنا نتقدم خطوة بأي شيء عم نعمله. اتفقنا؟ ديل؟ اتفقنا. على صفحة الفيسبوك انتو بتغامروا وبتخاطروا لتوصلوا لهدفكن او بتختاروا الطريق السهل، جاوبوني لنستفيد من خبرات بعض، وفيكن تخبرونا بعض الامثلة والقصص يلي صارت معكن. فيكن تتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، وطبعا رقم الواتساب 03-010-533. اي اقتراح لقلكن فيكن تبعتولنا اياه ونحن رح نطرحه مع اخصائيينا ببرنامج عالم الصباح. مستمرين للوحدة بتوقيت بيروت بكل فقراتنا وضيوفنا واتصالاتكن مباشرة لليوم التنين. في ولا ما في؟ ما في. في؟ ما في؟ ل 12 ونص يعني. لكن ل 12 ونص بتوقيت بيروت، عفوا عم تقول لي عايدة مش للوحدة لأنه استثنائيا لنقل وقائع المحكمة الدولية. شيف حسين صباح الخير. صباح الجزائر. كيفك؟ ماشي الحال؟ كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. طبعا يعني احنا دايما بنقول إنه الإنسان لازم يختار الطرق الصعبة ليقدر يوصل لهدف نتائجه أكبر، والطرق السهلة بتوصلنا لأهداف أقل، وخاصة إذا واحد بيدرس بجد وكد بيوصل. صح، أنا بحب المغامرة. تنطبق على الطبخ ولا الطبخ كله سهل؟ اليوم طبخاتنا جزيف، أنا بحب كتير المغامرة. نعم. وبحب غامر كمان لحتى أوصل. عشان هيك اليوم مغامر بطبخاتي. في عندي فول باللحمة والسلق، عنا راس التمر برقائق الذرة، وعندي جوانح بصلصة الحامض. لا كتير في مغامرة اليوم شايف، هو صعبتون علينا حتى الأسماء، بس انه يلا من نتيجة نحن ناطرين النتائج لشوف فيها استمرارية. بتنطبخ كل يوم بالبيت ولا هيدي بمرور عليها مرة بالسنة؟ سهلة سهلة سهل. شكرا لك شايف، مش عم شوفك عدة مرات خلال النهار. توقعات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراج. صباحكم الخير، يا
يوم الاثنين 25 ايلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس لفتره 3 ايام ورا بعضها. الاجواء رح بتكون حلوه لمواليد الابراج الناريه، يعني عم نحكي عن مواليد برج القوس الحمل وايضا لمواليد برج الاسد. كيف رح بتكون ابراجنا اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل هيدا نهار نوعا ما بيحمل لك نوع من سلام، نوع من مصالحه، نوع من تسويه، الحكي اللي كنت عم تحكيه او المشاكل او الخلافات والخناقات اللي صارت باليومين اللي مرقوا، على الارجح اليوم في إلها حليه، وعلى الارجح اليوم في اخبار ساره. الاكثر حظا رح بتكون مواليد ادار مارس 12 13 نيسان. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور لازم تعرف انه بهالفتره من السنه دخل مولود برج الثور اللي الى مرحله التنفيذ، الى مرحله المساومات، الى مرحله الشغل، لكن الشغل التنفيذي مش التحضيري. اليوم تحديدا مولود برج الثور يبدو وكانه عم ببلش شغل مدرسي جامعه، او يبدو وكانه في عنده معاملات مهمه دسمة غنية عم يشتغل عليها، وهنالك متابعة مع أشخاص اختصاصيين، أشخاص أهل القانون أو بالمصارف. يبدو وكأنه في شغل كتير عند مولود برج الثور، لكن الجو منه سلبي على الإطلاق. الأوفر حظا 26 27 و 28 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء هيدا نهار في احتمال انه بهالثلاث ايام مش بس اليوم انك تكون شوي عصبي، يعني انفعالي، ولكن لازم تعرف انه عصبيتك وانفعاليتك مش بمحلها، بدك تطول بالك حتى لو حسيت انه الناس عم تستفزك. الجو اليوم بيحمل طاقه كثير كبيره، وفيها هيدي الطاقه يلي مفكرها انت سلبيه تتحول الى ايجابيه، تكون ايجابيه، وينتهي هيدا النهار او هالثلاث ايام بتوقيع على عقد او ارتباط كثير مهم. بتبقى مواليد 18 19 و20 حزيران يونيو الاكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان هيدا نهار بتشعر فيه انه كل الشغل فوق راسك، انت اللي بدك تنفس كل شيء، انت اللي عم تركض، انت اللي عم تشتغل، ويمكن حاسس شوي بتعب جسدي او يمكن تعب صحي. والسبب على الارجح يعود الى مساله عائليه او شخصيه. حاول تلاقي فتره بهالنهار لحتى ترتاح نتفي وتشحن ذاتك بطاقه ايجابيه. الاكثر حظا 20 21 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد تعتبر انت من الابراج القويه المحظوظه واللي فعلا قادره انه تعمل فرق بحياتها. اليوم هو نهار ممتاز من اكثر الايام حظا بشهر ايلول سبتمبر. نهار بيحمل خبر سار، بيحمل زياره حلوه، بيحمل يمكن تسويه منك ناطره. حاول بهذا النهار انك تشتغل على عده اصعده، لانه على الارجح رح بتكون النتيجه ممتازه، بل اكثر من ممتازه. والاكثر حظا هي مواليد شهر تموز يوليو بالإضافة ل 15 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء حاول تعرف مولود برج العذراء أنه في اهتمام بده ينصب اليوم على قصص بتخصك انت، وكأنه حان الوقت لمولود برج العذراء يركز على حاله. كنت عم تشتغل على أمور بالنسبة لإلك يمكن منا صح سطحية مهمة، مثل وراء، مثل شغل، مثل تزبط معاملات، يمكن عم بتصلح قصة بالمكتب. اليوم الوضع مختلف، اليوم مولود برج العذراء مطلوب منك انك توظف الطاقات الموجودة لإلك، لخدمتك، لتريحك، لتدلل حالك، وأيضا يمكن يكون في بعض المصاريف العائلية. وإذا كنت من مواليد 4 5 و6 أيلول سبتمبر كون حذر، انتبه من السرعة ومن المجازفات. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعتبر هيدا نهار ممتاز لحتى انت تكون فعلا عم بتدير حلقة معينة، حلقة تواصل، حلقة مفاوضات، عم بتدير ورشة عمل، عم تشتغل، عم تقدم امتحانات، عم تحكي، عم تتواصل مع الآخرين. الجو ممتاز لمولود برج الميزان أيضا لحتى ينقل من مكان إلى آخر، ينقل مكتب، ينقل أيضا مكان دراسي. الجو ممتاز لاسيما لمواليد 20 و 21 أكتوبر. كمل مع برج العقرب.
بالنسبة لبرج العقرب أول شيء بدأ تكون واضح بكل شيء عم تعمله، خاصة بالمصروف اللي أنت عم تصرفه، بدأ تكون واضح أيضا بكل ورقة بتقدمها، بدك تنتبه لأنه هالورقة اللي عم بتقدمها، هالعمل اللي عم بتقدمه في نتيجة، في كأنه امتحان وكأنه في أشخاص عم بيقيموه، وحتى لو منا هي تقييم لكن بطريقة غير مباشرة رح بتكون تقييم لإلك، فانتبه لهالنقطة هاي. أيضا انتبه على أموالك ومقتنياتك اليوم، بتضل مواليد 23 و24 أكتوبر هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس بعتبر هيدا انهار بمثابة إشارة إيجابية لإلك لتعلن فكرة، مشروع أو انتهاء مرحلة وانتقال إلى مرحلة أخرى. نهار ممتاز وتستمر هالإيجابيات لفترة 3 أيام، يعني وكأنه في احتفالات، الاحتفالات تستمر 3 أيام، 3 أيام ممتازين أنت بأمس الحاجة لألون. وبتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا اليوم هي مواليد نوفمبر. بكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي بعتبر هيدا نهار متعب شوي، هيدا نهار بيخلي مولود برج الجدي يبعد عن العجقة والضجة والمواعيد، ويمكن يلغي موعد أو يمكن يلتغى موعد من دون ما أنت تقرر على ذلك. هيدا نهار مخيب شوي للأمال، نهار متعب، انتبه على سمعتك، أي عمل بدك تقدمه بده يكون ممتاز. بتبقى المواليد اللي عندها حظ أكثر من غيرها 28 و29 كانون الأول ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو نهار فعلا هو نهار ممتاز لحتى تفرح، لحتى تنبسط، لحتى تغير جو، لحتى تحط ايدك بايد الاخرين، لحتى تبين باحلى حلة، لحتى تطل باحلى طلة، لحتى تنافس وتشارك وتعلن صوتك وتنضم الى مجموعة. هيدا نهار ممتاز لمولود برج الدلو، وبعتبره من الايام يلي فينا نقول ندرجه ونحطه تحت قائمة الأيام الإيجابية والأكثر إيجابية، خاصة إذا كنت من مواليد 16 و17 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم نهار ما فيك تتركه يمرق هيك مرور الكرام وتقول يلا معليش، شغلك ما لازم يكون معليش، اليوم ممنوع الاستخفاف بنوعية عملك وأدائك، يمكن أنت ما عندك شيء، اليوم أنت بإجازة لكن فجأة بتضطر بتحس أنه لازم تركض، لازم تكون جاهز لحتى تساعد، لحتى تعطي، لحتى تخدم حدا، حدا من أهلك، حدا بشغلك، يمكن نهار إجازة بدقولك اليوم تفضل على الشغل في أمر طارئ، وبالتالي ضروري تكون جاهز. اليوم التذمر ممنوع، وكون حذر خاصة إذا كنت مواليد 2 3 و4 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة فيها حركة كتير، حركة كتير حلوة، بناءة إيجابية فعالة وبتغير الأمور عندك. هيدي السنة ما رح تكون أنت قاعد بنفس المطرح، رح تتغير فيها الديناميكية، الوتيرة ونوعية الشغل والأسلوب، وحتى الأصحاب رح يتغيروا، مكان الشغل العمل والدراسي كمان احتمال أنه يصير فيهم تغيير. أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. ما تنسوا شغلة كتير مهمة بالحياة، انه الانسان بيتعلم من اخطائه، ومع تعلمنا بالخبرة بالحياة هي اللي بتخلينا نسلك الطرق الصعبة بنجاح، على امل انه كل طلابنا يبلشوا سنتهم الدراسية بنجاح. هنقلع احنا وياكم نهارنا بعد هالبريك مع ريوى الاطرش بصحة السلامة واسئلتكم المباشرة. عودي معكم للمتابعة، يوم الاثنين بعدة فقرات ببرنامج عالم صباح مخصص لكم انتو، لأسئلة اللي تبعتوها عبر رقم الواتساب 03-010-533، وأيضا اللي فيكم تتصلوا مباشرة على الهواء رقم التليفونات قدامكم على الشاشة. على صحة السلامة اليوم مع ريوى عنا مجموعة من الأسئلة وبانتظار اتصالاتكم. صباح الخير ريوى. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. طبعا رح نبلش بالاسئله الموجوده قدامنا بانتظار اتصالات المشاهدين. صباح الخير، كيف بقدر اوعى من النوم بدون اي مساعده؟ انا مش عم بسمع صوت المنبه وانا نايم. هيدي يعني بتصور مشكله كومن ومشتركه بين العالم كله يعني. صح مزبوط، بشعر معه كثير لانه هي فيئه الصبح مزعجه شوي، وخصوصا هلا
بس ندخل بفصل الشتاء ويكون برد وسقعه الصبح بتكون صعب الفيقه. هلا في عده امور بدي اقول لك عنها. اول شيء كثير مهم انه يكون في روتين للنوم منظم، يعني بمعنى الشخص قديه سواء هو او هي اللي عم بيسالوا السؤال بتحسوا انكم ترتاحوا بسبع ساعات نوم او ثمان ساعات نوم بتكون كافيه لإلكم. نجرب كل ليله ندخل على التخت بنفس الوقت، يعني سواء الساعه 11 11 ونص حسب نحن اي ساعه بدنا نفيق ثاني يوم وكم ساعه نوم نحن بحاجه لإلهم. بهالحاله بننظم الساعه البيولوجيه بجسمنا، وبالتالي بصير حتى جسمنا بحس بالاسترخاء والنعاس لما بيقرب موعد النوم اللي نحن شوي شوي تعودنا عليه. بس لما منغير موعد النوم كل ليلة، ليلة مننام شوي بكير، ليلة تاني منأخر للساعة واحدة مثلا، منشرب منبهات كتير بتقلقنا، كل هالأمور بتلخبط الساعة البيولوجية وبصير الفيقة تاني يوم أصعب. هاي أول شغلة. تاني شغلة نجرب إنه المنبه ما يكون حدنا مباشرة، يعني نحطه شوي بعيد بطريقة إنه يضل عم بيرن لنقوم من التخت ونطفي المنبه. هيدا اقتراح لنساعد حالنا نفيق. وإذا كانت رنت المنبه راي او ناعمه او صوتها شوي واطي علوها شوي لحتى بعيد عن التخت اصلا، حتى بعيد لنضطر حتى ما نعمل سنوز، لانه السنوز بالواحد بيتعود كل النهار بالساعه البيولوجيه بيصير عنده خمول طبعا. والسنوز كثير كثير غلط، لانه هالخمس دقائق اللي بتناموا زياده لخبطت وتيره النوم. فلا، افضل انك تفيق مره واحده من ما انه نغط خمس دقائق نرجع نفيق نرجع نغط خمس دقائق. فمثل ما قلت سنوز لا، ما لازم نخاف انه نطفي المنبه ونضل نايمين بلا ما منبه. هلا السنوز اللي ما بيعرفها هي اللي بيرجع بيعطي لحاله خمس دقائق على التليفون، بيرجع بدق التليفون مره ثانيه، هيدي كمان بتخربط لكم نهاركم بالنسبه والنشاط خلال اليوم. شغلتين، ليش بس يكبر الانسان شوي بالعمر عن النوم كمان بتصير ساعات النوم اقل عنده وبيوعى بابكر بكثير؟ طبيعي، هي طبيعي. التغيرات اللي بتصير مع تقدم العمر مثل كل شيء بيتغير بجسمنا، كمان ساعات النوم بتصير اقل، وبصير مرات الاشخاص يمكن بيناموا بالنهار اكثر، خصوصا اللي اكبر واكبر بالعمر يمكن يناموا هن عم يحضروا تي في او يناموا بعد الظهر شوي اكثر، فبصير ساعات النوم اقل. هيدي نتيجه التغيرات البيولوجيه مع تقدم بس اذا ما ناموا بالنهار وكان نهارهم نشيط بيضلوا بنفس الوتيره؟ حسب كل جسم شيء، ما هي جسم. حسب أوكي. بس يعني من الطبيعي انه عدد ساعات النوم تصير شوي اقل. نعم. لما الشخص بيتقدم بالعمر ويصير يفيق. نعم. يفيق بالليل. سميح صباح الخير. سميح صباح الخير، كيفك سميح؟ سمعنا اذا ممكن من التليفون مش من التلفزيون، وطي التلفزيون قدامك. الو. ايه سميح صباح الخير، تفضل شو سؤالك؟ الو، عم نسمعك سميح. يا سميح. الو بونجور. ايه هلا، علي صوتك شوي وقل لي شو سؤالك. بونجور صباح الخير، عندي سؤال اذا بتريد لمدام ربا. يلا تفضل. اليوم الصبح انا عم بتناول الحذاء لألبسه برق ظهري ما بطل فيه يقوم، وهلا انا قاعد بالبيت ولوحدي، شو الاسعافات الاوليه اللي بقدر اقوم فيها بس قبل ما يجي حدا ياخذنا على الصيدليه؟ يعني انا عم بسمعكم ولوحدي وظهري ما عم بقدر اتحرك منه من ميله اجري من فوق، اذا فيها تعطينا مدام روى اسعافات اوليه بليز. الالم عم بيضرب على الاجر لتحت ولا هو بس لما تتحرك بتحس بالوجع؟ الالم من الثوب الخاصره للاجر لتحت للفخذ عم بيمتد. نعم. اوكي، هلا اكيد لازم تشوف طبيب لنشوف اذا هي برقه او صار في يعني اكثر من برقه بالظهر. اوكي، لانه مرات لما الالم بيضرب على الارجل بصير الطبيب يخاف انه في ديسك صار بالظهر. لكن بشعر معك لانه كثير مزعج سميح. اللي فيك تعمله هلا تنام على جنبك اوكي، وتحط كيس مي سخنه، ما ضروري المي تكون كثير مغليه، تكون سخنه شوي، لفها بمنشفه او بقماشه ناعمه وحطها مطرح ما التشنج او الالم اللي عم بتحس فيه. اوكي، وفيك تنام وتتني الارجل، يعني كيف البيبي الصغير منام عن جنب على جنب، وبنتني الارجل وبنحط كيس مي سخنه على مطرح الالم. بنصحك ما تاخذ مسكنات خصوصا اذا هلا رح تروح على المستشفى يعني لتشوف طبيب، لانه خليه يعرف يعني تكون حاسس بالوجع، ولما يعمل لك فحص تقدر تخبره وين عم تتالم، ما بدنا نسكن الالم هلا. اوكي، ويعني وان شاء الله يكون بس هي تشنج عضلي وبتروح، ما يكون اكثر من هيك. سلامتك. سلمت قلبك. خي عم بيعاني من انقلاب الأحرف عند الكلام، وبتغيب عن باله بعض الكلمات أحيانا وبيتلعثم بالكلام، ما بيعود بيقدر إنهاء الجملة. كما ظهرت عوارض طفيفة بالتركيز باستعمال الأشياء الدقيقة،
عمره 60. هيدي الحالة ظهرت من سنتين تقريبا. هلا طبعا ما فينا نشخص، لكن اللي فينا نقوله انه طالما صار لها سنتين عم بتبين هالعوارض، فيها تكون اسباب عديده، فيها تكون نتيجه ستريس، فيها تكون مشاكل بدايه نشاف، او يعني الزهايمر هو نوع من انواع النشاف بالدماغ والخرف، فاذا في انواع كثيره من الديمنشيا او الخرف، اوكي؟ ما فينا نشخص، بس اللي بدي اقوله انه كثير بدكم تنتبهوا على هالمؤشرات هيدي عم بتزيد مع الوقت، يعني بمعنى بنشوف الشخص مثلا بيعرف يعمل ساندويتش مثلا، اول شيء بنحط الخبزه، بعدين مثلا بنحط الجبنه او اللبنه، بعدين يعني الامور اللي بنعملها بصوره بديهيه بدون ما نفكر بتسلسل الامور اللي يعني بترتيب الامور اللي بدنا نعملها، يعني مثلا الست عم تطبخ طبخه بدون ما تفكر بتكون عم تعرف كيف تحطهم بالترتيب للمكونات الطبخه، بس لما بنصير نلخبط اياه قبل او بنلخبط بهالامور البديهيه هون بدنا ننتبه. لما بيكون الذاكرة للقديم موجودة لكن الذاكرة للجديد منا كتير منيحة، يعني ما بيتذكر شو أكل مبارح، أو ما بيتذكر اليوم إذا عنده موعد، لكن بيتذكر سنة 1960 صار معه هالحادثة، فإذا هاي مؤشر. تلعثم بالكلمات أو أنه ما يتذكر الكلمات، بدي أقلك عن هيدي بنسى أنه اسمها ورقة. بصير عم بأشر عليها، الله شو هي، بنسى أنه اسمها ورقة بتذكرني. فهدول الأمور ممكن تدل على أنه بداية أنواع نشاف من او انواع من الخرف. عادة النشاف غير الادويه، في الا مثلا شيء غذاء معين خلال النهار، المي الزياده، الرياضه، الهول يعني بتزيد. الرياضه بتساعد اكيد. الرياضه بتساعد. نوعيه الاكل بدنا ننتبه ليضل الشخص عم ياكل، عم ياخذ الغذاء اللازم له وجسمه سليم، لكن انه هل هي بتخفف من تطور المرض؟ لا، اكيد بدها علاج، وحتى العلاج ما بيشفي، يعني شوي شوي ببطئ من تطور المرض، لكن كل ما خلينا هالشخص اكتف، يعني بمعنى نخليه يستلم مهام، نخليه يشغل دماغه كل ما احسن. فانا برايي منشان خيك تعرضوه على طبيب مختص بالجهاز العصبي او طبيب صحه عائله، فاميلي دكتور، ممكن انه من هنيك تبلشوا لحتى يحولكم، يعني لانه صار له سنتين صار لازم تحصلوا على التشخيص وتعرفوا كيف تتعاملوا مع الموضوع. كيف ناطرين سنتين، يعني الواحد لازم على طول يعرف قبل بوقت. صحيح. بعرف اوقات صعب الانسان يزور الطبيب إذا كانت حالة ويمكن مرات تسمح له، بس بضل في المستوصفات تقدر تتساعد، ومراكز رعاية صحية أولية، هي شغلة كتير مهمة تابعة على وزارة الصحة، ويمكن مرات لأنه العوارض بتبلش خفيفة كتير ما بننتبه لها، بعدين مع الوقت بتزداد وبتبين أكتر. صحيح. منلاحظ أنه في شيء مش مظبوط. شو رأيك بالأدوية اللي بتحتوي على الكولاجين؟ اوكي، هلا بعتقد المقصود هون حسب ما انا بفهم الادويه، يعني يمكن هي السبلمنتس او الجرعات الاضافيه اللي من خلينا ناخذ اتصال. اوكي، بناخذ اتصال. بس مين معي الاتصال؟ ما سمعت الاسم مزبوط. طارق. صباح الخير طارق. هلو، جود مورنينج. اهلا اهلا، صباح الخير، جود مورنينج. كيفك؟ كيفك انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. يا هلا بطارق، تفضل، شو سؤالك طارق؟ نعم، انا عم بسمع المشاهد اللي هلا حكى اللي عنده وجع بظهره. نعم. هيدا يا دكتوره عنده سترين بالمسلز باللفت سايد، عرفت علي؟ نعم. اوكي. وهيدي بالاشياء يعني الاسعافات الاوليه اللي بنسويها ما بنحط مي سخنه للاسف، لازم نحط مي بارده خلال 3. حضرتك طبيب ولا 3 دايز ل 7 دايز مع بنجي؟ حضرتك طبيب؟ عم بطن حطوا يعني نحط مي سخنة بالبداية. طارق بس معنا، حضرتك طبيب اللي بتساوي ريلاكسيشن نعم. طبيب حضرتك. حضرتك طبيب؟ نعم. اوكي لا. شكرا، بس هي الفكره لانه يعني انا ما بدنا، احنا مش مؤهلين انه نشخص بدون ما يشوفه طبيب، فهو بده يروح عند الطبيب، ولانه انا صارت معي هالحاله بالذات وصار عندي المسل سترين اللي عم تحكي عنه، وطبيبي قال لي انه حط كيس مي سخنه بس ما تكون عم تغلي، تكون دافيه ومغلفه بمنشفه او بقماشه لحتى شوي نرخي العضل ونريح. فأنا نصحته بهالشي لأنه هالشي صار معي شخصيا وطبيبي نصحني فيه، وأكيد طلبت منه أنه يشوف طبيبه لحتى يعرف. نعم. مزبوط، هل صار في بس تشنج عضلي ولا كمان انزلاق بين الفقرات؟ أنا بدي أتشكر طارق على مدخلته. شكرا طارق. بس السؤال، هي الأدوية اللي منحطها بهالأماكن لما يصير في وجع ظهر خلص وقتنا، مش هي بتحمل منطقة كمان؟ تعطيها حماوي؟ تعطيها حماوي، لأنه إذا كان تشنج عضلي بتسبب الترخي. يعني هذا اللي بدي أقوله لطارق، أنه أغلب الأدوية أو المراهم
يعني تنحط بمراكز الوجع عند الظهر والاسفل والفوق والتشنجات، وقت واحد كان بحط بادويه صحيح. بس نحن كمان بدنا طلبنا من سميح، بعتقد كان اسمه سميح، انه ايه ليتاكد لا. شو اللي هل هو صار تشنج عضلي او صار انزلاق. شكرا لك دكتور، شكرا كمان لألك. على ملاحظتك كمان في بعض الحالات ممكن مثل ما عم تحكي حضرتك اكيد. بنشوف ريوان على راد بكره يوم الاربعاء، الاربعاء بموعد جديد. بريك قصير جدا وبعدها بنعود للمتابعه. ما تنسوا سلوك الطريق الصعب بيوصل لنتائج اهم بكثير، اوقات الطريق السهل بتعطينا نتيجه بس ما بتديم اكثر. خليكن قد ما فيكن غامروا وخاطروا وصدقوا الفكره اللي بدكم توصلوا لها والهدف، ورح توصلوا مطرح ما بدكم. بريك وبنرجع. عودي معكم للمتابعة طبعا يوميا بعالم الصباح، معلوماتنا الجديدة لكم، وقد ما فينا نقدر نوصلكم المعلومات اللي بتفيدكم بشكل يومي صحيا غذائيا على الموضة بالزراعة بأي شيء بيخطر على بالكم بسياق حياتكم بال24 ساعة. طبعا بنقول الحمد لله على السلامة لكارلا، كانت بشيكاغو بكونفرنس، هلا بنشوف شو كانت عم تعمل وشو جايبت لنا بجعبتها. وفيكم تتصلوا مباشره وتسالوها اي سؤال. كارلا خفيف نضيف. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني عالم الصباح دائما منور فيكي وقت تروحي. ميرسي يا جوزيف. بحس بفراغ. بس عبيت لكم شوي بغيابي، ما تركتكم هيك. لا 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 من دون شيء. اللي بشيكاغو كنت انت دائما بتحبي الطرق الصعبه. نعم. للوصول للهدف. نعم. وهذا اللي عم نحكي عنه. نعم. اليوم نحن بحلقتنا بعالم الصباح. مزبوط بتنقي الطرق الصعبه، بتحبي توصلي صحيح يعني هيك طريق صعب لتوصلي لمطرح، لتكون حرزانه، لتكون للوصول له يكون شيء حرزان اكيد. إيه. كارلا شو كنت عم تعملي؟ كان في كنت عم مثل منطقه الشرق الاوسط بالاجتماع السنوي اللي عاده بتعمله الناشونال ديري كونسل، يو اس ناشونال ديري كونسل، وتحديدا عن موضوع البروتين والواي بروتين بصوره خاصه. فنحكى كثير عن اهميه البروتين بحياتنا، قديش فينا ناخذ، قديش فينا ناخذ سبلمنتس طبعا اذا بدنا ناخذ اشياء اضافات للاشخاص، مش بس للرياضيين انما حتى للاشخاص اللي ممكن عندهم مشاكل بالعضل، نقص بالعظم بالعضل، ساركوبينيا ما يعرف بالساركوبينيا اللي عاده بطال الاشخاص المسنين، او اذا صار عندهم مشكله صحيه معينه، انكسرت ايدهم، اضطروا يعدوا لما يصير في ترقق كمان. صح عبكير. صحيح. نعم. فراح يكون طبعا راح احكي عنها التفاصيل لاحقا. بس فينا ناخذ استنتاج هيك من الكونفرنس، يعني فينا ناخذ واي بروتين زياده، ايه جرعات اضافيه. فينا ناخذهم طبعا اضافه للاطعمه اللي عم ناخذها، وفينا كمان ناخذهم من ضمن غذائنا نحن اللي عم ناخده بالنهار. واكثر شيء بننصح فيه للاشخاص اللي هن ما قادرين يامنوا من غذائهم كمية البروتين الكافية لقلهم إذا ما عندهم شهية كتير للطعام. نعم. أو في عندهم مشكلة معينة ما بتخليهم يأكلوا سعرات. نعم. حرارية كتيرة. فرح أفوت بالتفاصيل لاحقا. ونقول نحن أنه وقت المسل ماس أو المسل ماس أو العضل العضل بالجسم حجم بيكون العضل. حجم عضل كبير، يعني الميتابوليزم تبعكم بيكون عالي، يعني صحيح. عم تحرقوا بشكل أفضل. صحيح. سعرات حرارية. مشان هيك نحن منركز أنه طبعا الواحد الرياضة من دون الغذاء السليم نوعا ما مش انه ما بتنفع بس بتضل ناقصه، من هيك كثير مهم وركزوا كثير هنيك بالكونفرنس انه كثير مهم الرياضه بس التغذيه، يعني اذا بدك تقول 50 50 لا اكثر 60 او 70% اهميه الغذاء و30 او 40% الرياضه. بس طبعا ده بده يكون ضمن استشاره اخصائي غذائي او طبعا لحتى حتى ينحسب. صح. نعم. حتى نحسب كميه البروتين اللي لازم ياخذها وما نطلع فوق. عملنا حلقة سوا أنا وياكي من فترة، قلتي لنا كل إنسان قد إيه بحاجة بنهار وقديش كمية اللحمة. صحيح. اللي بتعطينا هيدي الجراماج. صحيح. نرجع نحكي فيهم بالتفاصيل. نعم. وتحديدا من ضمن المشتقات الحليب، لأن كانت كل التركيز البروتين. نعم. جاي من الحليب. اللي بقول لك اياه كمان برجع منورة، رح ناخذ اتصال وبقول فيهم يتصلوا فينا مباشرة على الهواء، رقم التليفونات عم تمرق قدامكم. سيمون صباح الخير. سيمون يا سيمون. ألو الو. اهلين كيفك جوزيف؟ سيمون هلا كيفك سيمون؟ ماشي الحال؟
الو ايه سيمو تفضل. ايه اوكي شكرا. بدي اسال مدام كارلا شو علاقه ال... مش عم بسمعك. ايه عم بسمعك تفضل. علاقه الفول الاخضر بالبركنسون. اوكي بعثت لك مسج على الواتساب جاوبتك ولكن ما اخذت جواب. بلا جاوبتك بس يمكن انت ما سمعت يا سيمو. جاوبته هيد جاوبتك على الفول الاخضر والباركنسون من حوالي الاسبوعين. بس معلش نرجع من بنحكي بنقول انه اجمالا في ماده الدوبامين الطبيعيه موجوده بالفول الاخضر انما مش بالحبه بالقشره الخارجيه للفول. وكثير من الاوقات الاطباء عم بيساعدوا عم بيقولوا للمريض ياخذ قرن الفول بالاضافه للدواء طبعا بدوزاج معين بكميه معينه لحتى هيك بيخففوا من الجرعه تبع الدواء وبياخذوها بياخذوا ماده الدوبامين اللي هي بتنقص مريض السكري سوري مريض الباركنسون من الفول. يعني غذاء الفول بيساعد؟ صح الفول كثير بيساعد الاشخاص اللي عندهم باركنسون. وحتى هلا في رح يصير في كمان بالاسواق جرعات اضافيه من الحبوب اللي بيكون مستخرج. عم تحكي الفول الاخضر ولا حتى الفول المطبل؟ لا الفول الاخضر وبدأ عم نحكي على القشره الخارجيه مطرح ما بيكون في عندك اللب الابيض. نعم الشعيرات البيض هدول هن اللي فيهم المواد. ميرسي. انا فول يمكن بقدر نفرجي شو بنعمل وقتها ما يكون عندنا. اذا هيدي الفول لكن هيدي الفول يعني فيها طبخ بس يكون رخص مثل ما بقولوا. لا بس ما بده يتاكل ني. بده يتاكل ني حتى تستفيد منه. هي هيدولي القشره يعني. ايه هي هون. كثير منيح. فينا عم نفرجيها. اوكي انا هلا مش ضروري يا سيمو تاكل الحبه بدك تاكل القشره بس طبعا بدك تشوف مع الطبيب. بيقولوا ما تاكلوا كثير بيمصل دمكم كذا. اذا كان عندك مشكله هيدي المشكله اللي بيكون ناقص فيها عندك جينه معينه ما فيك تاخذ الفول. بس اذا انت شخص طبيعي ما بيك شيء ما في مشكله تاكل فول. طبيعي انا بعتقد لانه اكسرت اكل كثير فول. لا قصدي ما قصدي شيء صرت اكل كثير فول انت بحياتك ما صار لك شيء. ما صار معي شيء وبحب الفول كثير. صحيح. ناخذ رشال. رشال صباح الخير. رشل يا رشل صباح الخير. ليش شو عم بيصير معنا بالاتصالات اليوم؟ ليه عم بيطولوا ليسمعونا؟ يا رشل سكرت الخط ولا بعدك معنا؟ الو ناخد عايدة. اوكي هنكمل على سؤال حلو عن اللوز. عن اللوز اللي هي هلا اللي في عنا نحن هلا شو اللوز اللي مجفف او اللوز اللي بننقعه بمي. صحيح. بالنسبة للوز مفروض ننقعه احسن قبل ما ناكله. سمعت انه بينفش بالمعده واذا ما نقعناه ما بنمتص الخواص الغذائيه اللي فيه. اكيد غير الطبخ والحلويات بهيك حاله بقشروه. بس غير هيك شو رايك مع انه بظن انه كل الغذاء بالقشره؟ صحيح صحيح يلي بعت لنا السؤال معه حق. كل الغذاء بالقشره يعني البيسيس بيدوز حتى المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور. فانا لا بفضل انه بناكل اللوز مثل ما هو ما ننقعه اصلا رح ينفش بالمعده اذا نقعناه او ما نقعناه. فكله اللوز مثل ما هو حتى ني. وهلا اوكي حتى لو بدك تحطيه بالطبخ ممكن انه مثل ما هو يعني تحمصه بقشرته وتاكله وتفرمه بالاكل مع القشره بتستفيد يعني اكثر بكثير. حتى لو نقعتي فيكي تاكلي القشره. انا عاده بكون منقوع. طيب بس مش طيب تاكل القشره بعد ما تكون يعني انت وقتها تنقع وتطلع القشره. انت ريفرنس لتخبرينا بس مش ريفرنس لانه طريقه الاكل. انا بعرفك قد ايه بالاكل كثير رفيني. بس انا لا بس تاكلها للقشره. طب ما كلها لشو تنقع بتصير مش طيبه تشيلها عن اللوزه وتاكلها. طيب ما فيها اصلا ما بنقدر. اوكي اذا بدنا نربحك ما فيها نربحك. اذا بدك مش مشكل بس اكيد افضل انه ناكله ني. ناخذ اتصال. الو مين معي؟ بس غادة صباح الخير. الو مدام كارلا. نعم تفضلي. بونجور. اهلا. بدي اسالك انا كان عندي كوليسترول ودهنيات. نعم. صار عندي فقر دم كثير. نعم. دخلت مستشفى وحطوا لي دم. نعم. ومش الحال والحمد لله هلا منيح صار الدم منيح. نعم. بس وصفوا لي الشمندر اذا عم بغلي ميته وبشربه يعني بشرب زومو دائما. يعني في ضرر انه دائما اشرب؟ لا هو ما في ضرر بس ما بعرف قد ايه بتستفيدي لفقر الدم يعني ما رح تستفيدي شيء. ايوه
ما بيفيد كتير لفقر الدم. ما عم باخد دواء كمان. ايه بس انه بهيك حالات لازم تاخدي سبانخ، عدس، لازم تاخدي لحمة. الزوم زوم الشمندر ما في بقلبه حديد. ايه زوم الشمندر ما في حديد. زوم الشمندر شي 4 كاسات بالنهار. اوكي بس ما رح يساعدك ليعلي الحديد بالدم ان شاء الله يكون وصل. طيب يعني رح تسكر وتحكيني على التلفزيون؟ نحن مضطرين خلص وقتنا. خلص وقتنا بس انا رح اقول لك اللي قلت لك اياه شوي من شوي كارلا يا ستنا، انه فيك تستفيدي من الحديد من السبانخ، فيك تستفيدي من اللحمه ومن العدس، ولكن صحيح. بالنسبه للشمندر وزوم الشمندر ما بيفيد بالنسبه للحديد، هلا بيفيد امور ثانيه صحي جدا فيك تاخذيه، بس الحديد بس مش بالزوم ماشي. مش شكرا بالزوم لك كارلا. شكرا لك. في خدش حبه فل بايديك حبه. تفضل. اوكي رح اروح عند فقلك اياها دكتور الفريد كرم برايوتك بلاس. طبعا نبعث له فوله للدكتور. منيح الفوله منيح اللي بيزيد البكتيريا ما هيك بال في بايوتك. بعث له بليز جوزيف بدي عزبك. ما بيصير امانه. ثانك يو. طبعا هذا مش موسم الفول ولكن انه كثير منيح نلاقي بلبنان بنلاقي شو ما كان باي وقت. صعب هلا برايوتيك بلاس مع دكتور الفريد كرم. رح نحكي اكثر واكثر عن الاستفاده من هالبرودكت الموجود قدامنا والمكمل الغذائي وطريقه تناوله لكل الاعمار. دكتور صباح الخير. صباح النور. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. طبعا نحن حكينا قبل ولكن كل اسبوع بيكون عندنا موضوع جديد نرجع ننصح فيه المشاهدين أكثر وأكثر عن طريقة الاستعمال، عن الأمور اللي ممكن يستفيد منها شخص مع البروتيك بلس. ومثل ما هلا شفنا في شيء زيادة نضاف للعيلة بتاخذ أثناء تناولنا، خاصة هلا موسم غريب بيكون من مطرح مطرح، أثناء تناولنا الأنتيبيوتيك. يا في خاص نعم في برايوتيك بلس بولار دي هو خاص للأنتيبيوتيك، وعادة عادة الرشح مش لازم يعطوا أنتيبيوتيك لأنه ما بيأثر على الفيروس. في مثل انجليزي بيقول اذا اخذنا دواء بدنا 7 ايام واذا ما اخذنا دواء بدنا اسبوع لنصح من نفس المده. اذا ما بينفع. هو الافضل انه ما ننصاب فيه، نعمل بريفنشن. نعم. وهي هون بتكمن كل الدراسات، كل الابحاث، كل الاستنتاجات اليوم، لانه خبرتنا صارت. يعني انا بتذكر أول مرة ظهرت على الإعلام بال 97 عن طريق وسيلة إعلامية هي إذاعة راديو. نعم. وحكيت عن أهمية البروبيوتكس، وما كان معروف شو بتعني كلمة بروبيوتك أو بروبيوتك أو شي من هالنوع. كان عندي صعوبة فسر، حتى أنا ما كنت أعرف فرق بين البروبيوتيك والبريبيوتيك. كنت أخذت أنا الإفادة منه وحشريتي إنه وصلوا للناس، خلتني بال 97 لانه بال 93 درست عنه وسوقته بفرنسا. وصلتني بعدين الدراسات لاستنتاجات واسعه. كل الابحاث، كل العلوم اللي بتدرس عن البكتيريا الصديقه بتذكر باهميته للمناعه. اوكي. لاعطاء فعالية إيجابية للمناعة، يعني بيعلي المناعة وبيمنع الأمراض من بيناتهم الجريب اللي بنتعرض له. بعض الأحيان بنفكر إنه إذا علينا المناعة أفضل. لا، ما منعلي المناعة، منعيد المناعة إلى توازنها. أوكي. نحن ما بدنا نقويها ولا نبالغ فيها ولا نضعفها، بدنا نعيد، بدنا جسمنا يكون عنده جهوزية تامة. ما بدنا نقوي حالنا وبعدين نتعب حالنا. بدنا يكون عندنا جهوزية تامة حتى ندافع عن حالنا. نعم. المنطقة اللي منعيش فيها هي لازم تكون أنظف شوي. الأكل اللي بناكله لازم يكون أصح أكتر. نعم. الهواء اللي منتنشقه لازم يكون هواء أنقى. المي اللي منشربها أفضل إذا كانت مي نبع وعم توصلنا بطبيعتها بدون ما تمرق عن الحنفية ونحط لها الكلور والفلور. يكون فيها بروبيوتيك؟ البكتيريا بتنوجد أكيد. البكتيريا أكيد البكتيريا توجد. نعم. بالهواء. نعم. توجد بالأرض بالسويل. في سويل بكتيريا اليوم في شركات عم بتحاول تاخدها حتى تقدر تعطي
صحة للناس. نحن بعدنا عنها كليا، بهمنا البكتيريا اللي هي من مصادر إنسانية حيوانية ونباتية ومعدنية. إيه نعم، البكتيريا بتكون موجود بالماء بالهواء، بدنا إياها تكون بكتيريا صديقة. دكتور، وتكون في عنا تخربط بجهاز المناعة، ومنعرف انه مؤخرا حتى اكتشفوا للكانسر انه له علاقة كتير كبيرة بالمناعة، صاروا عم بيحاربوا من خلال الشحوم اللي موجودة حول سلول الكانسر. دراسة كتير كبيرة انحكى عنا بالأيو ايتش ببيروت وحول العالم. قديش بدنا لنرجع نستعيد الاكليبر اللي عم تحكي عنه حضرتك لمناعتنا اذا كان عنا هيدا التخربط مع تناول البرايوتيك بلس؟ هي لو العملية ماتيماتيكية يعني بحسابات طبيعية ومنقدر نجعلها واحد مع واحد بيساوي اثنين، كنا من زمان عملنا تأثير إيجابي على الموضوع. العملية شوي كومبلكس، لكن مش صعبة، منا مستحيلة. أوكي؟ القصة وما فيها أنه لازم الطب بالنهاية يقبل الأبحاث الجديدة، عتم تاخد وقت، عطول الطب بياخد وقت ليكر بهالشي هيدا. لأنه صعب عليه يقبل مفهوم جديد ما عنده إياه 100 سنة لورا. أوكي؟ هلأ البروبيوتكس الدراسات نعم هي تؤكد بثبات كل الدارسين بالموضوع، الباحثين الميكروبيولوجيست الإميونولوجيست كلهم هودي، أنه نحن مناعتنا هي فوق 70%، حد 80% هي بكتيريا صديقة. أوكي؟ شوف الخالق، نحن منين منجيب الحكمة؟ رأس الحكمة مخافة الله، منخاف الله، منخاف الطبيعة، منحترم الطبيعة، منحترم قوانينها. القصة ما فيها انه الخالق اعطانا خلايا كتير والخلايا تتجدد وبتعطينا قدرة على انه عطول نضل بصحة مليحة ونحارب المرض ونعيش بتجدد دائم للخلايا 100 سنة إن شاء الله. كليتنا هلأ إيم أعطانا 10 أضعاف عدد الخلايا لتحمي هالخلايا هيدي بكتيريا صديقة بتعيش بالفم بالأزوفاج بالمعدة بالمصران الرفيع والمصران الغليظ. أوكي. إذن كل بكتيريا حسب الجين استبعولها، حسب السبيشي استبعولها، وحسب الانتنسيتي تبعيتها، حسب السترين. نحن مفهومنا من 20 سنة تعرفنا على هالبكتيريا، أبحاث دارسين اكتشفناها، أنا شغفي بهالموضوع، رحت مع شركائي برا اللي هني بهمهم أمري وأنا بهمني أمرهم، أعطينا أفضل معنا للبنان من تركيبي. هالتركيبة هيدي هي تعيد للجهاز الهضمي والجسم والجهاز المناعة قدرته على أنه هالبكتيريا تكون جاهزة تعمل سكانينج. إن كان في مرض بالجسم تحكي البكتيريا تتكلم مع الخلية، تعطيها كوميونيكيشن، بتقول لها انتبهي لهالحالة هي. إذا فقدت فقد عنصر أساسي. نحن مناعتنا هي مناعة تخلق معنا ومناعة منكتسبها. هالتواصل ما بين المناعة المكتسبة والمناعة الإنّي الفطرة هي أفضل ما بيقدر يعمله الإنسان وبفضل هالبكتيريا هاي. يعني عم تحكي عن تركيبة هالقد قوية، مثل ما عرفت صار في تطور للبروبيوتيك مع البرايوتيك، وصار في عنا مليارات زيادة موجودة داخل هالكبسولة الصغيرة. يعني بس خبرنا شوي أكتر، يعني وقت يكتشفوا هالبكتيريا زي منين؟ من الأرض مثل ما حضرتك عم تحكي، من الغذاء اليومي بيركبوها كيميائيا، شو بتصير؟ نحن ما رحنا على الأرض لأنه في تلابس، في عدم تأكيد. نحن ما منروح إلا لما نتأكد إنه في سيفتي، في أمان. عم نجيب، عم نعطي مين؟ عم نعطي حالنا، عم نعطي أهلنا. والدتي عمرها 85 سنة بعدني عم بعطيها، بعطي أولادي لما كانوا صغار، منعطي أهل بيتنا، منعطي الناس اللي بيحبونا، منعطي. وهيدا بخلينا ضمن 20 سنة بلبنان، بلد كان فلتان كتير بالسابق، وشفنا طلعوا ونزلوا ناس ودعايات ونحن احترمنا حالنا، احترمنا المستهلك، واشتغلنا على أفضل ما يكون. نعم أنا وعدت من سنين أنه ما رح أترك حدا يسبقني، وعدت المستهلك أنه رح بعطيه لإله أفضل، ورحنا زدنا على هالبريوتيك بلس، عطينا حصرية، وكالة حصرية عالمية، امتياز عالمي، زدنا نوعين بكتيريا من عنصر
إنساني بهمه للإنسان، يعني من الإنسان للإنسان، ودوبلنا ونص الكمية من 10 مليار ل 25 مليار على حسابنا نحن. نعم. ما رحنا طلبنا على المستهلك على حسابنا نحن طبعا، وطلبنا من مساعدينا كمان على حسابهم هن. فإذا نعم. إيه نعم، غيرنا من 12 ل 14 حتى نعطي مجال أوسع للناس ليستفيدوا، ومن 10 مليار ل 25 مليار حتى نقدر نجيب نتائج. دائما أنا عندي السؤال، البكتيريا السيئة كمان أعدادها هالقد كبيرة؟ يعني البكتيريا السيئة إيه بتأذي بشكل غير، وخاصة الخمائر، الخمائر بتعيش فينا وبتتكاثر وبتاخذ مكانها بالمصران وبتخلق لها انفايرومنت لتبقى فيه لتحارب فيه. نعم. من هيك نحن لما شخص بده يبلش بالبريوتيك بلس، نعم، ما بنقول له تعذب وكفي عذابك لشهر، بنعطيه كميات هائله مكثفه حبتين بعد لتحارب البكتيريا، حتى هالبكتيريا، لانه البروبيوتيك بتعطي انتي مايكروبيال، بتعطي بتحاربها، والوقت نفسه هالبكتيريا لما تسكن بتخلق كمان لها جو عدائي للبكتيريا. نعم. يعني بتربح البكتيريا السيئة، يعني هي أقوى لأنه هي أصلاً لازم يكون موجود فيها هديك. نعم. دخيلة، ما واحد عم بيستوطن، لا نحن أهل الأرض بدنا نحن نربح. عارف هذه مشكلة موجودة كتير بمنطقتنا، يعني هي مشكلة النفخة ومشكلة المصارين والأمراض المصارين. هي حلة، هي حلة، حلة موجود هون. برايوتك بلس طبعا، ارقام تليفونات قدامكم عم تمرق كانت على الشاشه، فيكم تحصلوا عليها، والويب سايت كمان. شكرا لك دكتور، برجع بشوفك بيوم تاني. لكل المشاهدين نحن مكملين عالم الصباح نحن وياكم، بريك قصير وبعدها بعود للمتابعه، ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا. يعني وقت لكم عن جد، وقت يكون بالحياة الإنسان محاط بأشخاص إيجابيين حلو كتير، بنصير نفتش على الأشخاص اللي هالمرحين. وفي عنا كم حدا طبعا بالستوديو هيك منبسط لما نشوفهم صبح. عماد أنا بدي أعترف بهذا الموضوع، يعطيك ألف عافية. طيب سؤال، بتحب الطريقة الصعبة ولا السهلة؟ سهلة. خربت لنا الدنيا عماد. الطرق طبعا الصعبه، مش غلط اوقات نختار الطرق السهله، بس الطرق الصعبه بتوصلنا لنتائج ثابته اكثر. هذا السؤال سالته عبر صفحه الفيسبوك وكثير منكم جاوبوني. بالنسبه لريتا بتختار كمان الطرق، ثانكيو على الكلمات الحلوه يا ريتا، طرق سهله لانه ما بتحس بلذه نجاحها اذا عطوها اياها على طبق من فضه. صباحك مليان ورد وصباحك كمان. زينب سيد احمد، صباح الخير يا احلى جوزيف، انا اكيد بخاطر وبغامر للوصول لهدفي. يعني اذا الواحد ما تعب ما بيلقى معنى ولذه بالراحه والوصول لهدف، ذات الشيء لازم نخاطر دائما لانه بالمخاطره بنحس بقيمه اللي وصلنا له، ما في شيء بيجي بلا تعب اكيد. ام فارس، صباح الخير، اكبر سلام وتحيه حب لكارمن، وصل من ام فارس، لازم يوصل سلامي وبسماعه منها شخصيا بكره على المباشر. وصلت يا ام فارس. انصاف علوش، علوش صباح الخير، اكيد بخاطر كرمال شيء بحبه وبحلم فيه، واذا الواحد ما تعب وخاض الصعاب ما بيعيش لذه الحلم. ميس ابراهيم، لكل فريق العمل لك صباح الخير جوزيف، انا بالنسبه لي بخاطر بكل شيء لحتى اوصل لهدفي لو بدي موت. كثير حلو الواحد يصدق الصورة براسه للوصول لهدفه. مديحة المسلاتي، صباح الخير، معك مديحة المسلاتي من ليبيا، والله ما في حياتي وصل لي شيء بسهولة، دايما منتعب للهدف. نيرة غريب، صباح الخير جوزيف، بالنسبة اللي بحب المخاطرة لأنه الشيء اللي بيجي بالتعب بيكون له أهمية. محمد عباس، صباح الخير جوزيف، بالنسبة للمغامرة إذا كان الهدف بيستاهل المغامرة أكيد المهم الوصول لألها من غامر. نانو موسى، بخاطر وبغامر كرمال الشيء اللي بدي أوصله. نميرة ميرة، بخاطر بكل شيء للوصول لهدفي. في أجوبة كتير بعد شوية بنقراهن. إذن بيبقى نقلكن توصلوا لأولادكن إنه هلأ عبواب الجامعات والمدارس المخاطرة مش غلط، الإنسان يتعب بكد وجد ليوصل ويكون مميز ليقدر يلاقي بعدين لقله مجال عمل بشركات مميزة. أرض ورد مع كندا وأسئلتكم المباشرة وبعض الأسئلة يلي وصلت لنا عبر رقم الواتساب 03-010-533. كندا صباح الخير. صباح الخير، كيفي؟ منيحة تمام الحمد لله. بالحياة لك سؤالك ملغوم، سؤالك ملغوم. ملغوم أنا شوي مع عماد.
ما بس الطرق السهله؟ لا مش بشكل عام، بس انه في ايام في اشياء بيطلع بالك ايه يعني، في اشياء بتبقى قدامك دغري ما بتشوفها، بتجرب تعمل هيك ايه. ليه؟ لا في فرق بين انه الواحد يمد ايده عدينته من تاني ميل، وفي فرق ما انه اذا بده يوصل لهدف معين وبده طريق صعب يغامر ويخاطر يوصل له، هذا المقصد. ايه بس مش دائما يعني انه لازم نغامر، في ايام عن جد الاشياء بتبقى قدامك ومش شايفها بعض الاحيان، فلازم مثل ما انت بتقول دائما لازم نشوف الاشياء الايجابيه حواليه ويشتغل عليها. صحيح، برافو كندا، تلميذه مجتهده. يعني انا تلميذ لك مجتهد بالزراعه وانت لي بالنصائح كمان. استفيدي مني، استفيدي. طب انتظار اتصالات المشاهدين، رقم التليفونات قدامكم على الشاشه، فيكم تتصلوا وتطرحوا اي سؤال له علاقه بالزراعه وبشتولكم. راح نبلش باول ستيل عندنا اياها، باول صوره بعتتها متصله، نبته السجاده، كيف فيني اعتني فيها بالشتاء؟ وانا كثير بحب المعلومات اللي بتعطيني اياها هون يا كندا. اوكي عظيم، ان شاء الله يكون دائما هالمعلومات عم بتفيد كل الاشخاص. على كل حال هون عم نشوف نبته السجاده يلي مسميها كوليوس باللغه اللاتينيه او باسمها. هلا اجمالا السجاده من النباتات يلي ما كثير صعبه، فينا نحطها جوا بقلب البيت عشان تكون بمحل مضوى كثير منيح، وما بدنا ننطرها لحتى تزهر هيك. سر بالسجاده هي انه مثل النعنع، مثل الحبق، كل ما منشحل منها كل ما بتصير احلى وبتصير معججه اكثر، بتصير عبيه اكثر. بس بلش تزهر بيكون خلص، يعني هيدا هو الطول يلي بتوصل له، بعدين ببلش بتفضى من فوق. مشان هيك الافضل انه قبل ما تبلش تزهر نعطيها نشحلها من فوق. نعم. طيب في عنا سؤال تاني كندا من بلجيكا، زياد البزري، بنوجه لك تحية ولكل مشاهدينا بيوروب. عايش ببلجيكا وكل سنة لما ينزل على لبنان بيجيب معه شتلة شاي، وهالشتلة بتعيش سنة واحدة وبتموت، وهيك كمان عمل اسمها كوترونيل اللي عم يحكي عنها، وهيك عمل كمان ببلجيكا، جابها وماتت، حاول يغطيها بالشتوية من السقعة وصار نفس الوضع معه. شو الحل لأنه تستمر معه أكثر وأكثر نبتة الشاي اللي اسمها كوترونيل مثل ما حاطط اسمه هون؟ سيترونيل إذا شيء. سيترونيل إيه، لكن إيه عامل هون. أنا أحكي عن نبتة اللي نحن بنسميها شاي الأخضر، هي منا شاي، بس لحتى نكون عارفين، منا من عائلة الشاي، هيدي اللي نحن بنحطها مع الشاي وبتعطيها الطعم الورقة الطويلة شوي اللي هيك، الورقة الطويلة. بنسميها شاي أخضر لأنه بنستعملها بنغليها يعني كمشروب سخن. ولانه ايه منا مثل الشاي، بس هي منا من عائله الشاي، ولها يمكن حسنات كثير حكيت عنهم كارلا كثير كمان، بس هي طيبه بالشاي، وهي مثل بوكي ورق اخضر طويل مثل ما قلت، عشبه خضراء بينقص منها شوي من اطراف الوراق من الوراق الخضراء وبتنغلى مع الشاي. هلا انا مش عم بقدر اعرف مزبوط ليش ما عم يمشي حالها عنده، لانه ما عطيني اسباب ابدا، بس عم بيقول لي عم تي بس كل سنة، مع انه هي بتعيش بمناطق باردة وبتكبر وبتعيش بالمناطق الباردة، يعني اذا بلجيكا باوروبا عادة بتعيش، ما في اي مشكل انها تعيش بالجنينة برا بدون اي مشكل. بركي نجرب اول شيء انه يكون التراب يلي حواليها تراب غني اكثر من هيك، ممكن يكون هيدا هو السبب. السبب الثاني ممكن كمان يا زياد يكون بدها شويه تفريغ، لانه انت عم تقول بتمد وبتصير كثير عبيه على بعضها، اذا كانت الارض تحتها فقيره وهي كثير عاطيه ورق لازم نفضيها، يعني نجرب انه نشيل الاوراق يلي هي او البوكيات اللي عم تطلع مثل البوكيات بقلبها هالباقه الكبيره هيدي، تنشيل تتفرغ من جواتها شوي لحتى تقدر انه يلي موجود يعيش. بس انا بس بدي اعطيك خبرتي الخاصه بالموضوع، انه انا عندي اياها وعايشه برا وبالشمس، وبالشتاء انا على الساحل عايشه كثير منيح، بس بالشتاء بتخف اكيد، يعني مع السقعات بتخف، يعني مش مثل الصيفيه والربيع بتفرخ، وكل ما جميتها انا بجمها كلها سوا كل ما بترجع بتفرخ وبتولع اكثر واكثر. ومفيده بتدر المي من الجسم والبول وكذا، وهالقصص يعني مهمه جدا، هذه اللي قلتها كارلا المره الماضيه واللي عم بيصير مع كل شخص بيتناولها، بس بدك تستعملها غلي المي، حطها وطفي المي وانقعها، هيدي اللي بتصير. اوكي ثانك يو كندا على جوابك على زياد. وكمان عندنا سؤال بدي اسال عن جاردينيا، ساكنه بلندن وما بتعيش عندي بالحديقه. طبيعي
يعني عم نحكي لندن يلي ما في شمس. بتخيل ما في شمس، يلي عادة الشتوية بتبقى شتوية باردة كتير، والجاردينيا منا من النباتات يلي بتقدر تعيش بمناطق باردة، منا جاي من مناطق باردة أصلا. مش هيك بنصحها أنه دايما هالأنواع من النباتات أو بتجي نعملها تغطية بالشتاء مثل بيوت بلاستيك بس تضل عم تقدر تشوف الضوء. الأفضل من هيك هو أنه عادة، وهذا الشيء اللي بيصير بالبلاد الباردة، إذا بدنا نزرع جاردينيا بنزرعها باحواض لحتى بفصل الشتاء تنتقل على محل ادفى. نعم. تكون مخصص لهالنباتات هيدي اللي ما بتتحمل السقعه، وبترجع بيه بدايه الصيف بتنتقل على الجنين. سؤال الضوء دائما بنرجع بنسالك اياه، للجاردينيا اذا كان خلقوا لها ضوء داخلي بتعيش، بس بتعيش. كمان في عده عوامل يلي هي الضوء والسقعه والرطوبه اللي بتجي مع السقعه، الشتاء، الثلج والبرد، هدول هن الاشياء اللي بياثروا عليها اكثر شيء. نعم. عم نحكي اكثر شيء عن الحراره اذا بدك، هي منا. نعم. نبته بتقدر تعيش بمناطق بارده كثير، بيجي من بعدها. نعم. كل شيء من ثلج. نعم. والى اخره. كوليت صباح الخير. صباح الخير كوليت. كوليت لا في شيء اليوم بالرتور. كوليت بونجور. صباح الخير كوليت، كيفك؟ بونجور، كيفكم؟ منيح الحمد لله، انت ماشي الحال؟ تفضلي كوليت، شو سؤالك؟ سؤالي انه عن الطيون، انا عندي حريق بمعدتي وعندي ستريس، باخذ شويه ادويه ومدري شو. نعم. حمايه للمعده وللستريس. نعم. بدي اقول لك شغله، يمكن السؤال عن الطيون اذا شيء صحي بده يكون موجوده معنا روى كندا فيها تفيدك كيف تتعاملي مع الطيون، او اذا بدك تزرعي شيء شجره طيون عندك بالجنينه. بس بيقولوا بفيد، ما بعرف، بسمع بسمع انه مثل ما انت عم تقولي بفيد. في سؤال ثاني كوليت؟ لا انا بس كنت بدي اسال عن الطيون اذا منيح باكله لحتى لي يحميلي معدتي اكثر. ممكن بقول هلا بيقول عم لك بسمع حسب هيدا، بس انه اكيد اذا كانت معلومه مصدقه بدها تكون روى معنا وعامله الريسيرش عنا. اذا فيك تتصلي فينا تنين الجاي لروى، او تبعتي سؤالك عبر رقم الواتساب، اعتبريه وصل من وصله لروى. شكرا. اتصال حسام، صباح الخير. ايه بونجورك، كيفك حسام؟ ماشي الحال؟ يا صوت شوي ضعيف بس سامع عنجد. ما عم بسمعك. انا عندي كمان صوت شوي ضعيف طالع. نعم. ايه بونجور كون. تفضل حسام. كيفك كندا؟ الحمد لله. سألتك انا مرة عن النرجس ليش مش عم بيزهر عندي، هلا مش جمعة بلشوا يطلعوا البراعم الجديدة، يعني بلشت هيك خصون خضرة جديدة تطلع من التراب، في شي نصائح معينة، سقاية، تغذية، شمس، سقي، هلا بس عايزة. ان شاء الله ما يجي شوب كتير، يعني هلا ببلش يظهر النرجس، هو من اول الانواع البصليات اللي بنبلش نشوفها ابتداء من تشرين، يعني بدنا نعتبر صرنا تقريبا باخر ايلول اول تشرين. ان شاء الله بس ما يصير شوب كثير، او اذا هي منا محطوطه منا بمحل شمس، بمحل كتير، اذا بمحل كتير مفتوح بس ننتبه ما يصير شوب كتير. اذا شوبت زيادة، اذا رجعت عالية الحرارة، بدنا ننتبه نصير نسقي اكتر. اذا لقى بس ننتبه انه السقية بدها تكون تبلش تعطش تنرجع نسقيها عن جديد، لانه هي من بصليات ف بحاجه انها تعطش. اهم شيء مش ضروري نعطي مغذيات ابدا، لانه نحن بنعرف انه البصليات هي خزان الغذاء تبعولا، فمنا بحاجه ابدا. لا منى صباح الخير. منى الو. ايه هلا بمنى، كيفك؟ ليلى. ليلى ليلى تفضلي ليلى. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. بونجور مدام كندا. يا هلا. حبيبتي أنا بعثت صورة واتساب لأني ما بعرف اسم النبتة بس يمكن ما وصلت. بس جتني هدية، هي مثل ورقة النخلة هيك بتبقى كبيرة شوي، بس فجأة عم إذا بت هيك بتدقي فيها عم تنزل ورقة كلها بالأرض، عم بتموت. هي مثل النخلة عم تقولي؟ ايه يعني هلا ما بعرف مثل البلحة. عندها جذع اساسي ولا لا؟ لا جذع هيك بتحسيه مثل العرق هلا ما عم بسمع حضرتك. اوكي، اذا فيك توصفي لي كيف الجذع تبعولا؟ جذعة هي مثل القصب، يعني مثل الخشبة، مش انه بني او اخضر. بني او اخضر؟ اخضر.
اوكي. هلا الجزء بتاعها هو بني بس الورقه خضراء، بس الورقه فجأة عم بتموت. انا حقيقه بعثت كنت الصوره على الواتساب بس ما وصل بعد. الورقه اللي تحت ولا كلها سوا؟ لا يعني عم بلش عم تموت الورقه، الورقه كلها عم بتموت، يعني هي بتطلع عروق عروق مع بعضهم. بس عم بتموت. اوكي، ما بعرف اذا عم نحكي عن دراسينا، بس الاصفرار كيف عم بيكون؟ يابس اصفر؟ عم بتهر؟ عم تصفر بعدين لا عم توقع الورقه هي وخضرة. اوكي، من العرق لانه عاده بتكون كثير. ايه، لانه العرق بيبقى اربع خمس اوراق هي بتبقى. اوكي طيب يعني ليلى بدي اعزبك، معلش بدك ترجعي تبعتي لي صورتها، انا اليوم بس يعني بتلاقيها اليوم لحتى اقدر اني اجاوبك، لانه ماني كثير عم بقدر احذر عن شو عم نحكي، ما بعرف اذا عم نحكي عن زيت النبته انا وياكي. إذا فيني أرجع أطلب منك نرجع نبعت الصورة، لأنه دراسينا لا ما بتهر الورقة هيك فجأة، يعني إذا مثل ما عم تحكي مثل البلح. فبليز بعتي لي رجعي صورة اليوم وبرجع بعرف إنه هيدي من ليلى تعرف جاوبها. لا لقلك شغلة، أنا يمكن عندي النبتة اللي هي الشكل اللي عم تقولها هيدي الجزعة كتير بيكون طويل وبراسة بيكون فيه مثل النخيل، يعني بس ورقة عريضة. دراسينا الكومباكتة يمكن الكومباكتة يمكن هي. بس كمان ما بتهر الورقة فجأة. إيه مزبوط. حتى نتأكد عن شو عم نحكي بفضل إنه نرجع نتلقى صورة هلأ نحن وعم نحكي معك حتى جاوبك مزبوط. بعد عندي مجموعة كتير كبيرة من الأسئلة جوزيف، إن شاء الله ما يكون شيء خطير وبيقدر ينطر لا أسبوع شيء. تانكيو لألك كندا. مرسي. لكل المشاهدين أنا بقلكن خليكن معنا، بريك قصير كتير وبعدها بنعود للمتابعة الصعبة كتير مع الدكتور غسان، ورح بيكون ضيفنا حسن ضياء. عودي معكم للمتابعة، كل يوم تنين مثل هالوقت طبعا عنا لقاء مع دكتور غسان وبنحكي بموضوع جديد. ضيفنا باستوديو اليوم ضيف عزيز وبطل من أبطال لبنان حسن ضياء، رح نحكي أكثر وأكثر عن الأهداف اللي وصلها اليوم. أنا عم بحكي عن موضوع المغامرة والمخاطرة والإنسان لازم يوصل يعني شو ما كان لهدفه ويصدقه براسه، هيك عمل حسن بحياته. صعب كتير. دكتور حسن صباح الخير. صباح النور حسن، انا مبسوط فيك كثير لانه هي مش اول لقاء نحن سوا لنا. انا بعرفك انه انسان مناضل ومكافح وبطل رياضي غير شكل دائما، وعم توصل لاهدافك يمكن صارت بسهوله هلا لانك تعودت على الصعوبه قد ما اشتغلت عليها. نحن مبسوطين فيك كثير. دكتور تفضل. ثانك يو جوزيف. فعلا جوزيف انا بدي سني على عم تقوله، بدي اقول انه نحن قدام ضيف هو مفعم بالطموح والتحدي وقادر وعنده هدف بحياته يواجه شو ما كانت التحديات حتى على المستوى العالمي. اهلا وسهلا فيك حسن. اهلا فيك. بدي تخبرني حسن اول شيء على المشاركه اللي عملتها اللي هي على مستوى عالمي، ماراثون جنوب افريقيا للبطولات عالميه. مزبوط. انا من شهر تقريبا كنت عم شارك ببطوله العالم للباراسايكلينج بجنوب افريقيا. كانت هي من اختياري، اختاروني من قبل اتحاد درجات لحتى مثل لبنان هناك. تجربة كانت كتير رائعة أكيد. كانت من بعد ما حققت نتائج كتير حلوة قبل، آخرها كان بوخارست هاف ماراثون، قدرت أخذ مركز أول، فحطوا الأمال في أتأهل على بطولة العالم. وأكيد هون بدي أتشكر اتحاد درجات اللبناني، استاذ عبدو نادر على ثقته فيي، واكيد بنك مصر لبنان على اللي عم يدعمني لحتى اوصل لهون. وصلت لهونيك حواليك ابطال عالم، اكسبيرينس كانت كثير حلوه. اول شيء كان عندي معسكر تدريبي مع اولمبيك كوتشز ورجعت من بعدها فتره بطولات. بس حسن تنعرف شو طبيعه الباراسايكلينج، يعني هي اللي يفهموا المشاهدين عن شو عم نحكي، هي شو؟ هي سايكلينج عادي. نعم. بس لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني أوكي. هي بتجي هاند سايكل، يعني بسكليت بتنام عليها. وبدل اجريك لتحرك بايدك. بتكون عم بتكون عم تحرك ايديك والبسكليت عم اوكي. يعني انا بس لنقول انه دائما بنسينا حسن انه شو الحاجه الخاصه اللي عنده اياها بالنتائج اللي بيوصل لها بحياته من خلال الرياضه. بنقول انه حسن هو على الويل تشير واللي حققه عالميا
ما قدروا يحققوه يلي بيقدروا يمشوا على اجريهم يعني. اسم الله عليك. بس هي يعني بين مزدوجين يعني بتوين براكتس. حسن قد ايه غيرت بحياتك رياضه والانتصارات يلي وصلت لها من خلال السباقات؟ في يقول لك انه الرياضه هي احلى شيء بحياتي، كل شيء مرقت فيه بالحياه سبور اجمل شيء. قد ما قلت لك كثير كثير شعور حلو لما تكون عم تعمل سبور، خصوصا تكون عم تمثل بلدك بلحظات. نحن نسينا انه انت ما بتمشي على اجريك، انت نسيت؟ لا يعني مره قلت لي انت انك نسيت من خلال انه انا بقول لك شغله، اذا حدا بيجي سحر بيقول لي فيك تقوم تمشي بقول له لا بليز انه رجع لي كرستي، خلص بتصير شغله منك وفيك. ابدا ما بتحس حالك غير. برافو. عم شارك بطولات عالم، عم بعمل سبور يمكن ما حدا عم يعمله. صحيح. بالعكس شيء كثير حلو عم بيكون. برافو. طيب حسن، بدنا نعرف انك كيف تقدرت وصلت على جنوب افريقيا وكيف كانت المشاركه بالتفاصيل؟ 100% هلا مثل ما بنعرف بلشت انا سبور 2008 وبين 2011 و2015 قدرت اخذ مركز اول بسباق بيروت ماراثون ال 10 كيلومتر. الله عليك. فهون من سنة تقريبا انتقلت لنوع اللي اسمه هو الهاند سايكل. كنت قبل على اعمل سبق بويلتشر عادي لتصير اكثر بروفيشنال، بدك تنتقل لشيء اسمه هاند سايكل. هون بيروت ماراثون عمل بروجرام له وقرر يساعد اشخاص كثير عم بتكون بالسبور بالماراثونات لحتى تأمن له هيدا النوع من الكرسي. فمن سنة تأمن ل 11 شخص عنا بلبنان، كنت فرد من هال 11 شخص وقدرت ببيروت ماراثون اللي كان لقلي من سنه 42 كيلومتر، اول سبق بعمله 42 كيلومتر، قدرت تكون بين هال 11 شخص الاول بيناتهم. حلو. واكيد مش اول، يمكن على 42 كيلومتر السبق اللي هو للهاند سايكل، لانه في عنا بيجوا دائما ابطال من العالم مثل رافائيل ويلك اللي كان كمان من بولند كمان بهلا ببطولة العالم. فبيروت ماراثون على سباقات مستوى كتير عالي صرنا، فبس هذا الشيء يمكن حفز الاتحاد اللبناني للدرجات يطلع فيي. يمكن لعمري كنت كمان بين الاصغر المشتركين. اوه اصغر مشترك. فقدرت يختاروني لروح على بطولة العالم. العمر كله حسن قد عمرك؟ 21. 21 اسم الله عليك، وكي مع كل اللي حققته. وانت مبلش من 2008 يعني 8 سنين، كان عمرك 13 سنه تقريبا. تقريبا مبلش عم تمارس هالرياضه. تدريباتها اليوميه شو هي؟ هي في تدريبات يوميه؟ اكيد اكيد تدريبات يوميه. يعني في اقول لك قبل بطولة العالم كان شيء، بعد بطولة العالم صار شيء ثاني. قبل بطولة العالم كان عندي جمع معسكر تدريبي اللي هو ليأهلني كيف لازم انا اتمرن لهيك بطولة توصل لهون. كنت مثل ما قلت لك مع اولمبيك كوتشز، كانوا عم يعطوك تعليمات على المزبوط، مش بس تمرين يعني على الهاند سايكل. الاكل النوم هو كل شيء بيزكس يعني كثير بتفيدك بحياتك صدقني. يعني ابدا ما نستخف بغير قصص. التمرين منه هو بس تطلع هاند سايكل وتعمل سبور، ابدا. والله عليك. بس كمان بتشوف قد ايه عندك مسؤوليه بتصير من بعد انه خلص وصلت بطوله العالم، بدك منها لعبه، بدك لبعدين توصل. حتى بطوله العالم كنت اصغر واحد على 62 واحد من حول العالم. فيقولوا لي هنيك مستقبل كثير كبير. بتذكر كان في لويس كوستا من البرتغال بيجي لعندي، كنت عم بتعرف عليه لاول مره، بيسألني عن عمري بقول له 21، بقول لي واو انت حتكون هون بعد ل 20 30 سنه لقدام. ف هيك شغلات مع ابطال عالم رائعه، واضافه لحتى في بطوله العالم قدرت تشوف الايدول لإلي اليساندرو زاناردي من ايطاليا، كان كثير بنعرفه، كان فورمولا 1 رجع عمل اكسيدون بال 2001. صحيح. ورجع انتقل للهاند سايكل وقدر يوصل بطل عالم عن عمر هلا عمره 50 سنه، قدر يكون بال اسم الله عليك. من شهر كان بطل العالم بالتايم ترايل كورس. طب حسن، يعني على المستوى الوطني المحلي انت بطل لبنان وحققت البطوله، هلا عم نطمح للعالميه ونوصل نصير بطل العالم، شو ناقصه حسن؟ يعني جاي اسالك عن التاهيل، يعني اليوم على مستوى التاهيل انت عم تتاهل، ولكن انا اكيد في اشياء كثيره بعد انت بتحب الطالب فيها ولازم تتامن لك. يعني انا مع انه هالانديه الوطنيه تلتفت وتدعمك بعد اكثر واكثر وتشجعك اكثر واكثر تتوصل اكثر واكثر للعالميه، شو ناقصه بعد حسن اليوم؟
بدك؟ صح 100%. اللي هلا ناقصنا يمكن تدريبات منظمه بلبنان، معسكرات نقدر نبعث لبرا، سباقات برا نزيد اكسبيرينس لإلك، اضافه لشيء كثير اللي هو اساسي الهاند سايكل اللي هي مكلفه منيح لتصير على صعيد يعني وحده بتصير عالم مزبوط تكلفتها بتصير بحدود ال $15,000 للشخص. هيدي لك كل شخص بده هيك، وهيدي الدوله ما بتامن لك اياها يعني الانديه ما بيدعموك فيها. هلا بامل مع الوقت يعني تتامن هالشغلات، يمكن بعدني هلا صغير عم بين شوي شوي، ان شاء الله مع الوقت تتامن وكل هالشغلات تصير خطوة خطوة. من سنة زدنا عدد كبير، عم نطور اللعبة بلبنان أكثر، الحمد لله بسنة واحدة وصلنا لبطولة العالم. برافو. فإن شاء الله نهتم أكثر بهيدي اللعبة ويكون في اطلاع أكثر عليها إن شاء الله. طب حسن، شو أهم الصعوبات؟ يعني أنت اليوم تأمنت، لنقول هلا تأمن الدعم والتشجيع على الأرض، شو بتلاقي صعوبات بتقول هيدي بدي كمان طريقة تقدر تتجاوزها وتخطيها؟ التمرين. التمرين لما تقول تمرين منا سهلة. نحن كهاند سايكل منا تمرينك بقلب ملعب، حتى تركض بملعب 400 متر ضلك تعيدها 100 مرة مثلا. هيك لعبة بدك تطلع على طريق بحاجة يعني. لما كنا هنيك ولا مرة عملنا تمرين بقلب ملعب، كان كل شيء على طريق، لأنه بسبقك لما يكون عندك سبق 23 كيلومتر بالتايم ترايل، ومن بعده كان عندي سبق 60 كيلومتر بالله عليك على طريق كان بالله عليك. يعني انا بدي اقول لك شغله، لبناني بيفتخر فيك ونحن بنفتخر فيك، وانت ستار انجل. ستار بهالعمر يعني لوين واصل. ان شاء الله الله يكون معك، وان شاء الله يكونوا عم يسمعوك المعنيين. نهتم بهالشباب اللبناني لانه ببيض الوجه. غير هيك، غير انه على السباقات اللي عملها على الباراسايكلينج، عندك كمان انت البطوله اللي ربحته بفريق باسكت. مزبوط. على المنتخب السوري كمان، وانت بالفريق يعني اسم الله عليك رياضيا. وقد ايه اخلاقك نظيفه لما تكون هالقد بتهتم بحالك رياضيا، يعني الواحد عارف الرياضه قد ايه بتهذب النفس. خبرنا عن قصه الباسكت. الباسكت هو انا وصغير بلشت العبها، كانت هي مثل لعبتي المفضله، وبتابع باسكت. حتى 2010 رحت على بطولة العالم للباسكت لمنتخب لبنان بإزمير، يعني عندي الشرف للعب من أنا وصغير. وانتسبت لنادي بلبنان من نحن وصغار، نحن كذا فريق بلبنان بس كل واحد بيتمرن لحاله، ما عندنا بطولة. لحسن الحظ هاي السنة صار في تنسيق مع سوريا، ومن قبل اتحاد البارالمبي بلبنان إنه نتحدى منتخب سوريا، ف كنت من ضمن الفريق اللبناني، شخص من الفريق، فتحديناهم من شي جمعتين كمان، وقدرنا نربح على منتخب سوريا. فكمان كانت حلوة، وبأمل كمان يصير عنا بطولة لبنان، لأنه نحن كمان كذا فريق بلبنان بحق لنا بعتيد يكون في بطولة. حسن، أنا بدي أشكرك وبدي أحييك وأقول لك إن شاء الله يا رب المسيرة لنجاح أكثر وأكثر وتألق أكبر وأكبر. يعطيك ألف عافية، أنت نجم مثل ما قلت فعلا، ونحن قلبنا بيكبر فيك. تحية لك، لأهلك، لكل الناس عم بيدعموك. إن شاء الله هالمسيرة تضل مستمرة بنجاح أكبر. ميرسي لحضورك. ميرسي لك. انا حسن بقول لك دائما ما نسمع اخبارك، ضلنا على تواصل، وانا بحبك قد الدنيا، وبعرف قد هلا صار عندك فولورز وفانز، لانه يعني انت بطل عالمي، وهيك دائما خليك. اوعى ما بدنا نرجع لورا، ما نضلنا نقدمين لقدام. مثل ما كنت اليوم انا عم بقول بعلم صباح، مغامره والمخاطره شغله مهمه جدا للوصول لهدف، لانه بيستمر وبيعيش اكثر وبتنبسط فيه اكثر. ثانك يو حسن، ثانك يو جزاك الله. لكل المشاهدين بنروح بريك ولا بننقل عند الشيف دغري؟ شو بدكم؟ شيف يلا عند الشيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا مثل ما خبرتكم بعالم الصباح، في عنا 3 وصفات، 2 مالح وواحدة حلو. عنا الفول والسلق باللحم، وصفة كتير طيبة وكتير شهية مع الرز بشعيرية. عندي الجوانح بصلصة الحامض، وأيضا مشاهدينا في عنا كمان وصفة اللي هي التمر مع شوفان، فينا نعملها أو فينا نعملها مع رقائق الذرة.
لكن بالبداية أنا حميت الزيتات على النار لحتى بلش بالطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي عنا الفول مع السلق. طبعا بلشت بالبصلة، حطيت زيت زيتون بالطنجرة، عم بقلي البصلة جوانح. بالطنجرة الثانية في عندي لحمة عم بسلقها، لكن اللحمة طلعت الزفرة على الوجه، شلت الزفرة وضفت المواد المعطرة. لكن مشاهدينا هون عنا البصلات، منحرك البصلات، منقلب البصلات ومنحضر الفول. عندي الفول الأخضر جاهز قدامي، الفول الأخضر، وأيضا في عندي السلق كمان مشاهدينا. السلق هول قدامنا وراح نشوف أنا وياكم مقادير راح يمرق قدامنا على الشاشة. هيدي بالنسبة لأول وصفة. أما بنجي بالنسبة للجوانح، خلينا نتبل أنا وياكم الجوانح. راح حط للجوانح خل أحمر، لكن منحط خل أحمر، منحط عصير حامض، منحط ملح، لكن مثل ما عم نشوف منحط ملح، منحط سكر. وهاي المقادير كمان الجوانح رح نشوفها رح تمر قدامنا على الشاشة. منحط سكر، بحط من صلصة الصويا، لكن كمان منحط مشاهدينا صلصة الصويا للجوانح، وأيضا بدنا نحط بعد، لكن بدي ضيف بعد للتتبيلة طبعا ما بدنا ننسى العسل اللي بيعطي نكهة كتير طيبة للجوانح. لكن ضفنا العسل، ضفنا صلصة الصويا، ضفنا طبعا الملح، وأيضا ضفنا الخل الأحمر وعصير الحامض. هاي الجوانح تبلناها بهيدي التبلة. نرجع نجي لعنا على البصلة، دبلة البصلة، بستعين بالفول. هول الفولات، ضفت الفول، بقلي الفول لحتى يدبل. بعد ما يدبل الفول بدي ضيف السلق، وايضا مشاهدينا بدنا نضيف الكزبرة، وبدنا نضيف الثوم مع رشة قرفة، رشة فلفل اسود، ورشة ملح. طبعا في عندي المرقة، المرقة اللي عم بسلق فيها لحمة رح شيل المرقة انا مشاهدينا وضيفها فوق الفولات، بس مش هلا اكيد رح ضيفها فوق الفول، ناطر الفول لحتى يدبل. بعد ما يدبل الفول بدي ضيف السلق. الرزات صاروا جاهزين، اللحمات جاهزين، اللحمة بحطها آخر شيء بعد ما ضيف المرقة فوق الفول وأيضا فوق السلق. لكن هول وصفاتنا برجع بخبركم عنهم بالتفصيل بآخر فقرتين. أما هلأ بالعودة لك جوزيف. شكرا لك شيف. نحن وياكم رح ناخد بريك قصير ومنعود للمتابعة. خلينا نحكي مع تانيا وحل النزاعات وطرق الوصول لها. عودي معكم للمتابعة. طبعا إذا اشتغلنا على حالنا وعلى خبرتنا بالحياة وقدرنا نوصل لمفاهيم بتصير نتصرفها بدون ما نشعر، هون منكون وصلنا لحل النزاعات ببعض النصائح اللي بنعطيكم إياها كل تنين وكل خميس من خلال خلينا نحكي. هيدا قادرين توصلوا له. خلينا نستفيد مثل ما قالت مرة الماضي تانيا، على عمر صغير ما ننطر لخبرتنا بالحياة الطول سنوات لنقدر نستفيد من هالمرحلة، لأنه فيها تخلينا نتطور ونتقدم، فيها تجعلنا أشخاص إيجابيين وعايشين الإيجابية. وهذا الموضوع اللي ندعي لقاله دايما بحلقاتي بعالم الصباح. أنا بدي أقول لكم شغلة مهمة اليوم، كمان اسمعونا كتير منيح، المفاتيح يلي بخلي عندكم الخبرة الأكبر لحل هالنزاعات للوصول لأهدافكم بطريقة سليمة وإيجابية. خلينا نحكي مع تانيا. صباح الخير تانيا. صباح النور. انا حاولت اختصر الحلقات كلها تقريبا اللي دائما بتحكي عنها. هلأ المواضيع اللي احنا بنحكي فيها دائما يمكن تختلف بمفاتيح صغيره، ولكن بتصب لهدف واحد. صحيح. لنكرر ونقول للمشاهدين، احنا لو كررنا هالكلام ضروري لانتم تعيدوا لحالكم القصص اللي بتعملوها بالحياه وتصدقوا انه هذا الشيء صح لنوصلكم لاهدافكم اللي انتم صح. وتصديقا على كلامك جوزيف، الفكرة هي أنه نتعود نحل أزماتنا بذكاء وبطريقة بناءة. نعم. ونتواصل مع بعضنا، لأنه التواصل الإيجابي هو مفتاح بحل نص المشكل إذا بعرف أتواصل بطريقة بناءة. يعني قبل ما يجي المشكل بكون حليته بلا ما أدرى. صحيح. لهالسبب يعني التقنيات اللي بنعرضها
تقنية من هون، تقنية من هون، فكرة من هون، فكرة من هون، بس كلها بتصب لنعيش بشكل أفضل، بشكل مرتاح مع ذاتي، مرتاح مع الآخرين، وبعرف واجه المشكل لما بيجي، لأنه المشكل دايما رح يجي، ما في ولا مرة ما رح يعيش المشكل، وأعرف أنه دايما أطلع بربح لإلي ولخصمي. صحيح. يعني نال اللي أنا بدي ويلي بوجي نال اللي بدي، يعني أنا بدي أكل عنب ما بدي أقتل النطور. صحيح. يعني ليش بدي أقتل خصمي؟ صحيح. بدي أخلي مبسوط وأنا أكون مبسوط وأنا أكون مبسوط. طيب أنا وقت أشوف شخص بالحياة الثانية وأقول عنه شخص شو مسالم، شو عنده سلام داخلي يعني بتحسي الأشخاص من حواراتك معهم يمكن من المرة الأولى والثانية والثالثة بتستنجي هالموضوع عن شخصيتهم. شو يعني هالسلام الداخلي اللي أنا بشعره بالشخص اللي مقابلي أوقات؟ ليك تعرف جواب كتير بسيط بس كتير معقد أنا أنه وصلت له. السلام الداخلي بنابع من محبة، محبة، من حب، من حب للتنوع، من حب للآخر، من قبول حقيقة أنه عنا أزمات بالدنيا، من أخذ الأزمات بطريقة كأنه درس رح تكون لإلي رح استفيد منها على المدى الطويل. هيدا السلام الداخلي بيجي من قناعة أنه ما بقدر سيطر على كل شيء. نعم. أنه في صعوبات بتجي بس ما بتضل كل الوقت ملزقة فيه، بتجي وبتروح، في لحظات حلوة، وأنا يعني بدي أحب حياتي وبدي أحب الآخر وبدي أحب أني عم بقدر أقوم أتنفس والباقي التفاصيل بقدر عليه. هيدا السلام الداخلي منطلق من حب. نعم. حب لذاتي، حب للآخر، حب لهالدنيا اللي أنا على 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 سطحها. طالما أنا شو بسيطة لا بتعرفي مش معقدة، بس هي إيه حب، هي بسيطة، هي بتخلق مع الإنسان سجينتي. صح صح. قدرتنا لو ما عنا هالقدرة على الحب كنا انفنينا من كتير زمان. نعم. الحروب ما بتبني والكره ما بيبني، بيحرقوا بيدمروا بيعملوا أوجاع. اللي بيخلي مخلينا كل هالأزمنة نستمر هو قدرتنا على التأقلم وحبنا، الحب للحياة. قديه معلقين بالحياة نحنا جوزيف، يعني تخيل هلأ إذا حدا صابته قشه، صابته مصيبه صغيره يوجعك درسك، ما مش اكثر من هيك، كل كيانك بيتلخبط وكل كيانك وبتصير معبش. يعني اذا ضربك مثلا مرض كتير قوي بتخاف تروح، ما بدك تروح، بدك تضل، لانه عندنا حب، اول حب لانه هو الحب للحياه. صحيح. وبيلحقوا الحب للاخر وبيلحقوا قبل الاخر حبي لذاتي. هلا طبعا بيخلق هو مع الانسان، ولكن كمان بنكتسبه بالتربيه، يا من نميه يا من خنقه، بالمدرسه. صحيح. بمحيطنا وخاصه مع الام والاب والعائله، كل الامور هيدي يعني يا من نميه يا من خنقه. بصيروا الناس اخذين بس الجزء السلبي والجزء انه انا ضحيه الباقيين، هيدا بنكون عم نخنق هالقدره الطبيعيه اللي عندنا. يعني انت بتقولي مفتاح من مفاتيح حل النزاعات هي الحب. اكيد مليار بالمية. شو ما بحكيك نظريات وتقنيات هن بتصب لحتى تستعمل هالقدرة اللي عندك إياها الضخمة. نعم. يلي هدية انت جايتك انت بس خلقت، يلي هي الحب، الحب للحياة، والحب للحياة بيعني حب لذاتي، والحب للحياة نحن كائنات اجتماعية بيعني حب للآخر، الحب للحياة بيعني حب للطبيعة اللي هي بيتي. نعم. هيدي الأرض بيتي، ما عندي غيرها أنا، لا في مارس ولا في الكوكب مدري زحل ولا في شيء، كله بيجر بعضه، بس هو حب. نعم. منطلق من حب، وعلى هالأساس بنحكي عن 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 تقنيات حل نزاع وعن تقنيات تواصل ايجابي والى ما هنالك. بهيدا الاطار اليوم كنا عم نحكي، اللي لخصته وبشكرك عليه جوزيف، هي انه تقنيات كيف فينا عن جد نحل ازماتنا بشكل بناء وايجابي. في اربع مفاتيح اساسيه، فينا نعرف اذا عنا اياها قويه او لا، فينا ننميها اذا منا قويه، بس كلنا عنا شيء منها. اول شيء اول سرعتنا على السيطره على الستريس، أهين مش أهين شيء، أصعب شيء أول شيء، ولكن تقنيتها هينة. يعني أنا ممكن أقدر سيطر على ستريس بتقنية التنفس، ممكن سيطر على ستريس بالابتعاد عنه كم دقيقة لحتى حوك الفكرة براسي وفكرها وإرجع إجي ناقش فيها. ممكن في ناس كتير بتسيطر على ستريس في تقنية كمان بتقول أنه يكون معك صورة من ذاكرتك دايما تستعملها وقت اللي بتعوزها، صورة مسالمة، صورة بتريحك، مكان حلو من طفولتك. قد ايه بدها تربيها القصة؟ بدها قرار، بدها قرار وبدها تمرس، بدها انه كل مرة اذكر حالي فيها. اوقات ريحة بتذكرني، يعني اوقات اذا عامل ستريس يمكن عندي ريحة على جسدي او شخص او شخص، واذا كان في حب لشخص هون هو اللي بده بيخفف لك ستريس لو شو ما مرقت بأزمات. صحيح. شو ما وحتى الازمات اذا كانت بعيدة عن 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 منطقتك. فاذا القدرة على السيطرة على ستريس هي من اسس، يعني من أسس الأساسية لحل النزاع ومفاتيحها. تاني مفتاح هو أنه يكون عندي القدرة أنه أعرف شو نوع المشاعر اللي عم بقطع فيها. لأن إذا مش عارفة شو نوع المشاعر اللي قطع فيها، في يوقف أنه أنا بس غاضبة. ودايما تحت الغضب تذكروا، بليز تذكروا، الغضب هو أسطحا نوع من المشاعر، يلي مش أسطحا واحد، هو كتير كتير قوي، بس
اكثر واحد ببين، اكثر واحد دغري بيوصل. صح. بتعرفي انا بقول مع الخبره بالحياه، انا كنت عد للواحد واغضب. ايه. صرت عد لاثنين ثلاثه، صرت عد للعشره. صح. هلا فيه اوصل بالعد للمية. مزبوط. يعني مزبوط. مع خبره الحياه والتقدم بصير الواحد يعد اكثر واعصابه ويفكر ب كيف بده يحل، كيف بده يحل، بيفكر بعقباتها قد ايه ممكن تكون سلبيه عليه وعلى الاخر. صح. فإذا كتير مهم جوزيف أنه أعرف شو نوع مشاعري. الغضب تحته دايما في شيء أبعد وأعمق، في يأس، في حزن، في خوف، في مية شغلة غير. نعم. بدي أوصل أنا شو اللي مخوفني عن جد، شو اللي مطلعني من حالي عن جد. هل هي فاليو عندي إياها، قيمة عندي إياها تم تحديها؟ هل هو خوف على مستقبلي مع بهالعلاقة؟ هل هو حزن على صرنا 100 مرة عم نعلق بنفس المشكل، نحن على كوكبين مختلفين؟ شو السبب؟ بدي أعرف يكون عندي القدرة أنه أفهم نوع المشاعر اللي أنا عم بقطع فيه، وألا إذا ما عندي القدرة أعرف شو مشاعري ولا بورد يكون عندي القدرة أفهم مشاعر الآخر. هل دايما مقولة ما في شيء حرزين بهالدنيا خلينا أهم شيء الصحة هي بتنطبق على حل نزاعاتنا، أو أوقات لازم نحط النقط على حروف ويقول لا في شيء حرزين؟ لا، أوقات لازم نحط النقط على حروف. يعني ما في شيء حرزين اذا بدك بالمطلق هيك بالعام انه عيش كل حياتي انا غاضبه. ايه. هيدي فكره عامه. ما في شيء حرزين عيش كل حياتي انا علقانه بفكره وحده وحزينه فيها، في لانه براتها في 100 شغله. افتح ايديك للمشاعر، المشاعر بتجي وبتروح. الحزن بيقطع، الغضب بيقطع، الحب بيقطع، الفرح بيقطع، الامل انت بيقطع. عم تقصدي انه نعمل هيدي الحركه؟ ايه نعمل هالحركه براسنا. يعني انا اذا هلا يأساني اعرف انه الياس ما رح عيش كل حياتي يأساني فيه الا اذا انا بقرر عيش كل حياتي فيه. نعم. الياس بهاللحظه بيجي يمكن شيء تاني بلحظه تاني يطلعني منه. بدي افتح عيوني وعقلي وشوف انه رح اطلع منه. نعم. فاذا افتح ايدي لانواع مشاعري كله بيقطع بيقطع. هاي هي الدنيا اذا بدك، انه ما في شيء حرزين، ما في شيء حرزين اتعلق فيه، اتعلق فيه. مش حرزين انك تفكر انه بتقدر تعيش كل حياتك بسعاده، مش موجوده، ولا انه تعيش كل حياتك بحزن، مش موجوده. كله بيقطع وكله منتأقلم معه يعني ومنتعايش معه ومنعرف. كل ما بنفهم هالمفاهيم كل ما بنحل أزماتنا أسرع وأحلى وأريح. فهيدا كله لصالحنا إذا بنعمله. ما في شيء حرزين بالمطلق، بس أكيد في مواقف مبلا لازم أخذ مواقف، لازم أعبر عن رأيي ولازم دافع عن حقي. هيدا من حاجات الإنسانية الأساسية ضروري أعملها. ومن المفاتيح المهمة لحل النزاعات هي أنه طور قدراتي مفاهيمي الغير مقال للغة الجسدية. يعني فكفك يلي مش عم بسمعه، فكفك مثلا إذا أنا حس حالي إجري عم برقصه هيك أنا وقاعدة فكر حالي أنه أنا مسيطر على كل شيء بس أنا عم برقص، معناتها أنا في شيء مش ضابط عندي. ساعتها بفكر شو عم حس، شو بني ليه هالقد عامل ستريس، شو عتلاني همه. ونفس الشيء مع الآخر، الآخر يمكن عم يحكيني شيء بس جسمه عم بيقلي غير شيء. بدي طور هالقدرة شوف شو اللي مخبى ورا الكلام. مش دايما منقول بالكلام يلي منحسه، للأسف اغلب الاوقات ما بنقول بالكلام يلي بنحسه. ف نون فيربل، لغه الجسد ولغه الصوت ولغه العيون، كل ما طورناها كل ما ساعدنا حالنا انه عن جد نحل ازماتنا بشكل افضل. واخر مفتاح هو انه نستعمل الطرفه ونستعمل تخفيف الاجواء، نخفف من وطء الازمه. اوقات كلمة واحدة فيها تفك مشكل. وفي عالم هي موهوبين فيها. صحيح. موجودين بيكونوا بالجروبات وبالأصحاب بيستوعبوا هيدي الطاقة انه ما فيها خفيت نحلت المشكلة مثلا، او بيقول لك ليكو تعالوا نكمل، شو رايكم نكمل المشكلة على ساندويش، بيفاجئك خيي تعالوا نتخانق، بس نتخانق على شيء يحرس خلينا نجي. واذا انت كنت بأزمة عايشة مش عم حاسس التنشن، بخفف لك اياها، بيعطيك فرصه، بيعطيك ريكرياسيون انه تقدر تفكر بطريقه تانية. بس هذا الشخص بده يكون عنده ميزات اخرى الاكيب بيكون يوثق فيها. مزبوط. يعني عنده كاسب ثقه الجميع وشايفوه ايجابي دائما وعنده نجاحات بحياته. مزبوط. قادر يحل. مزبوط. وبيعرفوا. نعم. انه عنده القدره انه يحل ازمات. نعم. ايه. فاذا هو من المفاتيح. هلا كمان من الافكار يلي ممكن نستعملها لنحل اي نزاع منعيشه جوزيف، اول شيء نركز على المشكل، ننسى الآخر يلي عمل المشكل. يعني مش شو قال لي جوزيف، شو قال لي جوزيف المضمون، مش جوزيف شو كيف بيقول لي هالكلام، ما بسمح له دايما هيك بيعتبر جوزيف، صرت مركزة على جوزيف. ما بيهم، جوزيف هو كائن كامل متكامل بعالمه. أنا هلأ شو أزمتي جوزيف، ولا أزمتي يلي نقال الكلمة اللي قالها جوزيف بهاي الجملة؟
خليني ركز على المضمون النزاع مش على الشخص. يعني بتعرفي اوقات بصير في انفصال بين زوجين بيكونوا الاصحاب من برا واقفين عم بيقولوا طب هذا الشخص نحن بنحبه وهذا الشخص نحن بنحبه، اثنيناتهم كثير منيح بس مع بعضهم ما زبطوا. صحيح. يعني دائما لازم نفكر بالشخص الاخر اللي عم بيواجهنا انه هو عنده هالكاليتي يلي موجوده، يعني انا ما بدي اقتله او اقمعه، انا بدي حل مشكلتي من دون ما اذي 100%. ركز على المشكله مش على الشخص الاخر، لانه الشخص الاخر انا ما بملكه وما لي عليه ومش هو الازمه، انا الازمه كيف التعاطي بيني وبينه، هيدي هي الازمه. بتعرفي الحكي كثير سهل. ايه بعرف الفعل اصعب. انا برجع بقول انه عن جد لازم تضلكم تكرروها براسكم حتى لو تقدمتوا اوقات رح توقعوا بالفخ يعني. اكيد يعني. وكل يوم بدنا نصحح بحالنا، بس بدنا ناخذ القرار. بس ناخذ القرار جوزيف بنصير على السكه، بنلخبط مره و10 و20 و100. ايه نحن طبيعي، نحن بشر، بس لما بنتمرس فيها كيف بتمرن عضلك بالرياضه؟ مش من اول نهار بتعمل رياضه بتصح، اول نهار بتعمل رياضه بتجي ميت، بضلك 3 ايام معضل، بس مره واثنين و10 و20 بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه بتبلش تشوف النتيجه على صحتك على جسمك. صحيح. نفس الشيء هي رياضة معطال ومشاعرية بالمشاعر وبالعقل، بنتمرس فيها نوصل. وإيه أكيد فينا نضل نخبصها، طبيعي نحن بشر. صحيح. على القليلة هيدي الحب، حب حتى أخطائي. وكمان من الأفكار اللي بحب أنه نضيفها على حل النزاع، أنه دايما ما تنسوا تضلوا بالآن، ما تقيموا الأموات. اللحظة اللي أنتوا عايشين فيها عيشوها بسعادة. نسوا الماضي وما وبغلط الماضي ما يعيشكم ويشلكم يعني. وأنا إذا هلأ على الآن أنا وياك مش ذكرك بشي صار من 10 سنين افتح باب الماضي. لأنه هيدا بيعلقنا بدوامة بنعلق فيها وبنعود نعرف نطلع أنا وياك. في مش أشخاص هدفي. عفوا بالكلمة ما ما مش انتم منهم يعني، بس انه في اشخاص بيقولوا رانكونيه يعني ما بينسى ما بينسى ميت. هيدا الاشخاص هن بيتعبوا. صحيح. هن بيتعبوا يكون احد عنده مسامحه. صحيح. التسامح والمسامحه موجوده بكل الاديان. صحيح. هو بيعيش بطريقه افضل بسلام داخلي اللي انا عم بحكي عنه دائما، هالسلام داخلي لازم ننقله للاخر. انا اليوم موضوعي كنت عم بحكي كل النهار وعم بسال ضيوفي والاخصائيين قديش المغامره والمخاطره مهمه بالحياه لك، بتستعمليها لتوصلي لهدف اذا كان صعب. يعني المغامرة، لو ما المغامرة منا نحن أنا وياك هون، لو ما في ناس غامروا ولو ما غامرنا يمكن نحن بمكان ما بحياتنا منا هون. مغامرة جزء لا يتجزأ. أكيد المغامرة اللي بفكرها يعني. لا. مش المغامرة العمياء، مش اطلع واعمل شيء خطر جسديا يعني يأذيني، بدي ادرس قبل اذا انا قادرة اعمل او لا، بس المغامرة جزء من انسانيتنا ونشكر الله انه عندنا القدرة انه نغامر هيك. صحيح. بنعمل تغيير. وتشجعوا، الشجاعة اهم شيء، وخاصة لطلابنا اللي هلا بلشوا سنة دراسية. بريك وبنرجع. سوري تعوقنا عليكم. ثانك يو تانيا. طبعا بالنسبة لسؤالي على صفحة الفيسبوك، شكرا لكل يلي تواصلوا معي. دادو بغدادي بونجور جو، كتير حلو الواحد يغامر، إذا ما الواحد تعب وغامر ما بيوصل لهدفه. مديحة كمان صباح الخير، مديحة من ليبيا، كل حياتي أنا بحب أوصل للأمور مش بسهولة، لازم نتعب على الهدف. هلا أيوب، حلو المغامرة لتوصل للهدف اللي حاطه براسك. أكيد الاختيار السهل سهل، بس المغامرة ككل بتوصلك لاكتشافات ونجاحات مبهرة بحياة كل شخص. صباحكم الله بكل صباحكم الله بكل خير وصباحك يا رب. نيرة غريب، صباح الخير جوزيف، بالنسبة إلي بحب المخاطرة لأنه الشيء اللي بيجي بالتعب بيكون له أهمية أكتر بكتير. زهرة الجبل، من خاطر حتى نوصل لهدفنا لأنه منحب التحدي. برافو يا زهرة. ليلي الطحان، يسعد صباحك جوزيف وصباحك يا ليلي، وإن شاء الله دايما بيكون بحياتكم أمور توصلكم بالسهل مش غلط، بس اسعى لعبد لأسعى معك، كل شيء بيجي بالسهل بيروح بالسهل. بقى أهم شيء تشتغلوا على أهدافكم بالحياة وتوصلوا مطرح ما أنتم بدكم، وتصدقوا الصورة اللي براسكم، وصدقوني أي صورة ترسموها فيكم توصلوا لها. هيدا بكل علوم العالم، بقى الثقة بالنفس شغلة مهمة جدا. نحن وياكم مكملين عالم الصباح اليوم 12:30 بتوقيت بيروت، بنختم استثنائيا لنقل وقائع المحكمة الدولية. هلا رح نروح نحن وياكم على المطبخ مع الشيف حسين. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. اليوم في عنا 3 وصفات، عندنا فول باللحمة والسلق، أيضا في عنا رأس التمر، ورأس التمر اليوم محضرينه نحن برقائق الذرة،
بس ولكن مشاهدينا فيكم تحضروها كمان بالشوفان. وعندي جوانح بصلصة الحامض، الجوانح بصلصة الحامض على النار، وعندنا الفول كمان على النار. لكن هول وصفتين نحن مشاهدينا بلشنا فيهم بتاني فقرة أو أول فقرة من رشة ملح. طيب لكن خلينا أنا وياكم نشوف شو في عنا على النار بالأول قبل ما نبلش وصفة الحلو، لأن بعد نقصنا وصفة الحلو راح نحضرها أنا وياكم لهالوصفة بطريقة كتير سريعة. طيب عندي على النار لكن مشاهدينا عنا الجوانح. هول الجوانح جبت أنا جوانح الدجاج، تبلتهم بعسل، تبلتهم بصلصة الصويا، وأيضا مشاهدينا فلفل أسود، حطينا سكر، خل أحمر، عصير حامض، وهيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن بعد ما تبلناها، بس هون أنا بدي أقول لك كل المشاهدين يستحسن نتبلهم نحن حوالي 3 لـ4 ساعات قبل ما نطبخهم أو قبل ما نقليهم. لكن تبلناهم، حطيت قلاية على النار في بقلبها زبدة، فيكم تحطوا طبعا زيت نباتي، بس ولكن مشاهدينا أنا حطيت زبدة وعم بقلي الجوانح بالزبدة. طيب الجوانح بلشوا تقريبا يستووا، أنا هون شو بعمل؟ بضل في عندي من الصلصة اللي تبلت فيها الجوانح، لكن هيدي الصلصة اللي تبلنا فيها الجوانح بيجي وبضيفها، برجع أنا فوق الجوانح بخليهم يغلوا مع الصلصة. لكن ضفت الصلصة لألون اللي هي الصلصة، برجع بعيد لكل المشاهدين، عسل، سكر، صلصة الصويا، خل أحمر، وأيضا عصير حامض. طبعا هون بقول لك للمشاهدين فيني حط لها كمان من برش الحامض، ما عندي أي مشكلة إذا ضفت لها برش حامض، بس طبعا ما بدنا ننسى كمان الفلفل الأسود. لكن هيدي هي الوصفة على النار، تركينا نحن لحتى تستوي. بعد ما تستوي رح شيلها اسكبها مع شرائح الحامض. أنا وياكم خلينا ننتقل لحتى نبلش بوصفة الحلو. وصفة الحلو كمان وصفة سهلة رح نحضرها بطريقة كتير سريعة. عندي من التمر، لكن مشاهدينا في عندي تمر، بحط التمر بالخلاط الكهربائي. عندي رقائق الذرة، لكن عندنا رقائق الذرة، هاي المقادير كمان عم نشوفها قدامنا على الشاشة. حطينا تمر، هيدا رقائق الذرة، منضيف رقائق الذرة، بحط هيل مطحون، كمان مشاهدينا منضيف الهيل المطحون، وأيضا بدي ضيف كمان قرفة، لكن عندي هيل وعندي قرفة، ضيفهم لوصفة الحلو. بجيب برتقال، هيدا البرتقال طبعا بدي حط برش برتقال، وبدي حط كمان عصير البرتقال، لكن بحط برش برتقال مثل ما عم نشوف بهالشكل. اوكي هيدا نحن ضفنا برش البرتقال، وايضا رح جيب من عصير البرتقال، ضيف عصير برتقال، وايضا رح ضيف من برش جوز الهند، لكن هيدا كمان برش جوز الهند، وبضل في عندي زبدة الفستق، رح ضيف زبدة الفستق كمان لوصفتنا. اوكي بحط انا معلقة واحدة من زبدة الفستق، والباقي طبعا رح ضيفه انا بالحشوة، ما كترت لكن زبدة فستق. اوكي عم بخلط هالمكونات كلها سوا مع بعضها، مع التمر، مع رقائق الذرة، مع عصير البرتقال، مشاهدينا برش البرتقال، برش جوز الهند، كلهم سوا عم نخلطهم مع بعض لنحصل على عجينة متماسكة. بعد ما احصل على عجينة متماسكة رح اعمل انا بشكل بول واحشيها من زبدة الفستق، وايضا بدي احط على وجهها من الفستق السوداني، بس طبعا الفستق السوداني بدنا نطحنه شوي ونضيفه على وجه وصفتنا. لكن العجينة بعد بدها خلط العجينة، بستعين بقليل من عصير البرتقال، بضيف لها كمان مشاهدينا عصير برتقال، ما تنسوا تحطوا كمان من القرفة
وايضا ما تنسوا تحطوا من الهيل المطحون، لكن قرفه وهيل مطحون ما تنسوا تضيفوا للخلطه. هون عندنا نحن الجوانح، الجوانح عم بيغلوا مع صلصتهم، مع السكر، مع العسل، مع الخل، مع العصير، وايضا مشاهدينا مع الفلفل الاسود ومع الملح. لكن هون تقريبا صار عندنا العجينه، صارت جاهزه عندنا العجينه. هيدي هي العجينه، لكن العجينه مثل ما عم نشوفها صارت جاهزه عندنا. هيدي العجينه خلينا نشوفها انا وياكم. رح نحشي هيدي العجينه زبده الفستق، وايضا في عندي الفستق السوداني، فستق السوداني. لكن مشاهدينا رح نحط الفستق السوداني على الوجه طبعا بعد البريك مش هلا. خلينا نريح شوي العجينه، رح شيلها انا من الخلاط الكهربائي، و لكن بنشيلها من الخلاط الكهربائي بنحضرها بتاني فقره. رح نحشيها من زبده الفستق. بضل في عنا وصفه بعد ما خبرتكم عنها، اللي هي الطبخه اللي بلشنا فيها باول فقره، اللي هي الفول مع السلق واللحمه. رح خبركم عنها بس مش هلا، لانه بدنا نروح نحن وياكم مع بريك صغير وبنرجع سوا. عودي معكم للمتابعة بآخر محطاتنا لليوم. رح نروح كمان مرة عند الشيف وأنا بنضم له بعد شوي. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن صار الوقت أنا وياكم لحتى نبلش بوصفتنا، وصفة الحلو. وصفة الحلو اللي حضرنا لها العجينة قبل البريك أنا وياكم. هلأ خلينا نبلش نحضر هالعجينة عنا، لكن بعملها بشكل بول، أو فيني حطها بقالب، أو فيني ما حطها حسب ما أنتو بتحبوا. لكن بعملها، بعمل الحبة حبة الجوز، بحطها بهالشكل بالقالب، وبجيب من مثل ما خبرتكم رح أحشيها بزبدة الفستق، لكن بحشي بقلبها زبدة فستق وبسكرها بهالشكل طبعا. اوكي، لكن بسكرها بهالشكل. اوكي، لكن هيدي هي راس التمر برقائق الدرة، بتطلع عندي بهالشكل. لكن مثل ما عم نشوفها قدامنا بهالشكل. رح جيب انا صحن واسكب فيه دغري. طيب، رح بلش اسكبون، نعمل كذا حبة، كمان بكرر العملية، قد حبة الجوز مثل ما خبرتكم بهالشكل، بحطها بالقالب وفرغها من قلبها، كمان بحشيها زبدة الفستق ومنسكرها بهالشكل مثل ما عم نشوف قدامنا. منشيلها ونقلبها. طيب، بكرر العملية، نعمل تقريبا حوالي 6 حبات. عنا الجواني على النار. هون بدي ارجع عيد لكل المشاهدين، انا جبت بصلة، فرمت بصلة، قليتها بزيت الزيتون، ضفت للبصلة فول اخضر، ومشاهدينا لحتى دبل الفول جبت سلق، فرمت السلق طبعا وغسلت السلق كتير منيح. بعد ما غسلت السلق ضفته فوق الفولات. هاي المقادير قدامنا على الشاشة، لكن ضفت الفول انا، ضفت السلق فوق الفولات وفوق البصلات، غطيت الطنجرة لحتى يدبلوا، دبلوا مع بعض، ضفت لقلن التوم، ضفت لقلن الكزبرة. كنت بطنجرة تانية سالق لحمة، وعندي مية اللحمة، أخذت مية اللحمة ضفتها للفول، ضفتها للسلق وللبصل، وضفنا اللحمة، ضفنا التوم، ضفنا الكزبرة. بس طبعا بعد في بدي حط أنا وياكم رشة قرفة، بدنا نضيف لها القرفة
وبعد ما ملحنا الطبخة بدنا نضيف لها ملح وبدنا نضيف رشة قرفة وفلفل أسود. بس طبعا بعد ما خلص وصفة الحلو ونقدم هالوصفة أنا وياكم منروح منخلص طبختنا أو منخلص الطبق الرئيسي. الجوانح على النار تركينه نحنا للجوانح لحتى كمان يصيروا جاهزين. عندي الجوانح لكان نطرينهم لحتى يستووا وتقريبا استووا الجوانح بعد ما تبلناهم. ورح نشوف كمان مرة تانية أنا وياكم مقادير الجوانح على الشاشة. لكان الجوانح نحنا برجع بعيد للمشاهدين، تبلت الجوانح أنا بالعسل بالسكر بصلصة الصويا رشة ملح وأيضا حطينا من الفلفل الأسود. بس هون نحن الملح بدنا نحطه باعتدال لأن عندنا صلصة الصويا مالحة. حطيت من الخل الأحمر وأيضا عصير الحامض، تبلناهن بعد ما تبلتن قليتن بالزبدة ورجعنا ضفنا لألون المرأة. طيب لكن هيدي وصفة الحلويات صارت جاهزة. نغير خفوفنا لنرجع ننتقل للمالح. اوكي لكن الرز بشعيرية صرت ساكب رز بشعيرية وصرت ساكب وصفة الحلو. الرز بشعيرية كمان مشاهدينا صار جاهز عنا الرز بشعيرية لنقدمه مع الطبق الرئيسي. منمسح الصحن. اوكي طيب كمان عندي الفستق رح اطحنه وايضا ضيف الفستق فوق طبق الحلو. هون عندي الزبدة خالصة، رح اجي مثل ما خبرتكم نغير الكفوف ونضيف كمون، نضيف فلفل اسود، نضيف رشة قرفة، وايضا بعد ما ملحنا الطبخة بدي ضيف كمان لقلة من الملح. جوزيف هيدي اللي هون تمر؟ تمر، هيدي تمر جوزيف محشية، زبدة الفستق كثير طيبة، طبعا أنا خلطها جوزيف مع رقائق الذرة ومع البرش جوز الهند. وهون هي الفول مع اللحمة. الفول مع اللحمة. وهون جوانح الدجاج. جوانح، هون الجوانح صاروا جاهزين. بنحط رشة كمون. الجوانح شو حطينا بالصوص؟ حطيت عسل، حطيت سكر، صلصة الصويا، خل أحمر وعصير حامض. ودغري حطيتهم نيين ولا لا حطيتهم نيين، قليتهم بالزبدة بعدين. اوكي. اوكي. هون هي الطبخة. إذا ثلاث أطباق بين الطبقين والحلويات يلي هي سهلة كثير، يعني هون مثل التمر المعمول التمر بس بلا العجينة. 100%. هلا هيدي الطبخة جاهزة. بدنا نسكبها. اوكي. رح اسكب طبختنا. وصفة كتير صحية. في بقلبها سبانخ؟ في بقلبها مش سبانخ، سلق. سلق. بدها حامض بعد ما تخلص ولا؟ فينا نحط لها حامض. مش غلط اذا حطينا. هات لنسكب صحن شيف. اذا الرز مع السلق. الرز مع السلق والفول صح واللحمة 100%. وهون في عنا الجوانح. هلا بتعرفوا في عالم بتحب ال اب سوري ما تصورني خربت الدنيا. وهيدي السلق والفول اللي هي مهم الانسان يضل يتناول الخضار فيها سلق وفيها ثوم وفيها كزبره كمان جوزيف بطريقه صحيه. هي صارت جاهزه هيدا الصحن وبدنا نعمل لها عصير الحامض. ما بعرف اذا تنعصر هي الحامضه، هيدي مش حامضه هي بطيخه. فيها كزبره؟ فيها كزبره. اوكي. وفيها انا بدي اقول للمشاهدين انه اللي حكيناه كل النهار يعني عن موضوع المغامرات
موضوع انه يخاطر الانسان بحياته مش غلط ليوصل لاهدافه اللي هو بيحلم فيها. دايما كل شيء له ثمن، ولكن الوقت ما له ثمن. قد ما فيكم تستفيدوا من اللحظه اللي انتم عايشين فيها بسعاده وبايجابيه لتقدروا تحققوا اهدافكم. شغله كثير مهمه بالحياه انه الانسان يكون عنده ثقه بحاله ليقدر ينقل هالثقه لكل الامور اللي عم بينفذها بيومياته، ان كان بالعمل او كان بالعيله، بكل شيء بالحياه هو عمل دؤوب فينا نشتغل عليه، ان كان بعائلتنا او كان بحياتنا العمليه بالشغل. انا بتمنى لكم نهار رائع تكملوا فيه برامج تلفزيون مستقبل، ونقل وقائع طبعا المحكمه الدوليه رح بيكون كبير كثير حمضة، رح يكون مباشره بعد بعد بدك تعصر لي شوي. في عنا فاز اليوم ستوب، وانا بدي اتمنى انه لكل العالم يلي عم بيتنقلوا اليوم بطريقة لبنان يتنقلوا على مهلهم وبطريقة آمنة جدا. بنلتقي فيكم بكرة بعالم صباح الجديد الساعة 10 بتوقيت بيروت، وأنا شخصيا رح شوفكم غيب عنكم يومين ثلاثة، شوفكم يوم الجمعة صباحا. حضروا حالكم لنقلع نحن وياكم تقليعة جديدة. بودعكم شيف حسين، بودعكم، بنشوفكم بكرة، باي. شوقنا أكثر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيبرق. شوقنا أكثر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيبرق. دوبنا دوب يا حبيبنا، دوبنا وعدت حسبنا، دوبنا دوب يا حبيبنا، دوبنا ووعدت حسبنا. من طول دلالة رح نتعب، عمر الدلال ما حيتعبنا. شوقنا